مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وهنا العاصمه. النهارده الحقيقه اولا هذا الاسبوع معظمه هيكون عن المؤتمر الاقتصادي، لكن النهارده هيكون عندنا فقره خاصه جدا يعني قمت بتسجيلها مع الشاعر الكبير الاستاذ الخال عبد الرحمن الابنودي. رحنا زرناه في المستشفى بالامس في مجمع الجلاء العسكري، اللي بشكر كل القائمين عليه اللي سمحوا لنا ان احنا يعني ندخل بكاميراتنا ونصور مع الخال الأبنودي. الخال الأبنودي عايز يطمن الناس عليه ويقول لهم إن هو كويس، وإنه صحيح عنده مشاكل صحية كثيرة، لكن المرض في حال وهو في حال، هو روحه وقلبه وعقله ومشاعره وإحساسه ورغبته في الحياة وإسعاد الناس وكتابة الشعر تبقى مستمرة وتبقى دائما متقدة ومشتعلة. أما المرض فده بيتركه للدكاترة ولربنا، وبإذن الله ربنا يشفيه ويعني يخرج من هذه الوعكة الصحية. هذه الفقرة هي مش فقرة طويلة، ولكن هنزعيها لكم في نهاية هذه الحلقة. ما حبيناش ان احنا نتقل عليه، لكن كان معانا وبالصدفة الفنان الملحن الجميل محمد رحيم كان موجود بيزوره ايضا، ومحمد رحيم بصوته وغناه كان معانا، وكنا بنحاول ان احنا يعني ندخل بعض البهجة والسعادة على عبد الرحمن الأبنودي الخال الجميل، اللي هو الحقيقة كان يدخل البهجة علينا، وهو اللي كان بيضحك وهو اللي كان بيهزر معانا ويحاول ان هو دايما يدينا مشاعر من السعادة والحب يعني في وحب الحياة. وطبعا بشكر العظيمة السيدة نهال كمال زوجته العزيزة اللي سمحت لنا ايضا بهذا اللقاء، وهو واسرته الجميلة استقبلونا استقبال جميل الحقيقة في هذه المستشفى. يعني بتمنى له وبعبر له عن كل مشاعر الناس اللي بيتمنوا له سرعة الشفاء وأن يخرج من المستشفى معافا، وأنه يرجع لنا يكتب تاني ويشعر تاني ونغني أغانيه تاني، اللي كل أغانيه يعني ما فيش صوت في مصر حلو ما غناش لعبد الرحمن الأبنودي، فيش حد ما حفظش شعر لعبد الرحمن الأبنودي. هنسمع صوت الخال ورسالته لكل المصريين ورسالته للبلد. هنسمع كل ده في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة. الجزء اللي قبليه هنتكلم مع اتنين من مستشاري الرئيس في اللجنة الاقتصادية، دكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاقتصادي الاستشاري الاقتصادي، والدكتورة ياسمين عبد الرازق. هنعرف ايه هو المجلس ده، هيشتغل على ايه، وهنسمع عن رؤيتهم للمؤتمر الاقتصادي. زي ما قلت لكم هذا الاسبوع كله عن المؤتمر الاقتصادي، استعدادات للمؤتمر الاقتصادي. هنستمع للوزراء، هنستمع لرجال اعمال، هنشوف مشاريع، هنستمع للمروجين. المؤتمر الاقتصادي تستعد له شرم الشيخ على قدم وساق، المدينه الجميله كلها بتتزين، ويعني ان شاء الله لتكون دره المدن. الفنادق ما فيش فيها أوضة، التذاكر الطيران مش لاقيين تذكرة سفر من القاهرة لشرم الشيخ، يعني الفنادق عندنا مشكلة. ده الوفود الأجنبية بتتكلم تقول يا جماعة عايزين أوضة هنا وعايزين أوضة هناك وعايزين نزود أعداد المشاركين. عندنا 3500 ضيف هيكونوا موجودين معانا بإذن الله في شرم الشيخ. عندنا عدد كبير من المتحدثين، رؤساء شركات، رؤساء دول، رؤساء وزراء، عدد من وزراء المالية، عدد من وزراء التجارة. الأعداد بتتغير وبتزيد كل يوم عن التاني. إن شاء الله يكون عندنا مؤتمر ناجح بإذن الله. هنا في CBC هنكون معاكم الثلاث أيام. أول يوم اللي هو يوم الجمعة، يوم الافتتاح، هيكون أنا في صحبة زميلي خيري رمضان، هنكون على الهواء من شرم الشيخ، ثم أرافقكم يوم السبت والحد أنا مع فريق هنا العاصمة لننقل لكم كل أحداث هذا المؤتمر المهم، المؤتمر مصر لدعم وتنمية الاقتصاد المصري. هذا المؤتمر اللي استنيناه منذ فترة طويلة، واللي بنعد ليه منذ فترة طويلة، واللي بتستعد له شرم الشيخ، درة مدن المؤتمرات. والحقيقة أن الأخبار ابتدت يعني تخرج علينا. أعلنت مثلا مجموعة بريتش بتروليوم منذ أيام قليلة عن استثمار بقيمة 12 مليار دولار في حقل للغاز
سيتم الاستثمار فيه وفي غرب البحر المتوسط إن شاء الله. من خلال المؤتمر هنعرف تفاصيل هذا الاستثمار. شريك لبريتش بتروليوم شركة ألمانية، شركة نفط الألمانية DAA، هذه الشركة المهمة، الشركة الألمانية اللي هتكون شريكة لبريتش بتروليوم في هذا الاستثمار. الاستثمار يستهدف استخراج 140 مليار متر مكعب من الغاز في إطار هذا المشروع. الشركتين أيضا بينويان إنتاج 55 مليون برميل من مشتقات النفط في حقول الغاز. ده معناها أن كل ما بتدفع أيضا لنسدد مستحقات الشركات الأجنبية اللي كانت متراكمة علينا من ديون، كل ما هذه الشركات كانت لديها يعني رغبة وقدرة على مزيد من الاستثمار في حقول النفط والغاز المصرية. استثمارات إحنا محتاجينها لأننا محتاجين مزيد من الغاز، وهم أيضا محتاجينها من أجل التصدير للخارج. إذن بريتش بتروليوم تعلن عن استثمار بقيمة 12 مليار دولار في حقول غرب المتوسط، وده أول خبر من يعني يقترب من مؤتمر الاقتصادي. وفي أخبار أخرى كثيرة هنعلن عنها في حينها، في اتفاقيات يتم توقيعها مع مؤسسات دولية ومؤسسات مالية أوروبية وغربية، في اتفاقات هنعلن عنها أيضا مع صناديق سيادية، كل ده هيعلن عنه خلال المؤتمر، غير ما سيعلن عنه عدد من رجال الأعمال العرب وغيرهم. هذا المؤتمر ليس فقط للإعلان عن مشروعات، ولكن أيضا لكي تشرح الحكومة المصرية خطتها للإصلاح في المرحلة المقبلة. هذا هو الجزء الأهم يا جماعة. يعني طبعا إحنا عايزين ضخ فلوس، ده أكيد نحتاج إلى مشروعات وإلى استثمارات وإلى ضخ كاش وإلى كل أنواع المساعدات لتنمية الاستثمار في مصر، ولكن الأهم بالنسبة للحكومة المصرية أن تقنع العالم أنها على الطريق السليم، وأننا نبدأ طريق إصلاح اقتصادي حقيقي بعد 4 سنوات من التوقف، 4 سنوات من التعثر، 4 سنوات من المشاكل الأمنية والمشاكل الاقتصادية. إخوان هيحاولوا يعطلوا المؤتمر، بالتأكيد الإخوان هيحاولوا يعطلوا المؤتمر، لكن نحن ماضون في طريقنا مع كل التهديدات، مع كل محاولات الاستفزاز. يعني زي ما رئيس الوزراء كان بيقول مثلا من الاستفزازات، إن كنت كتير من المشاركين في المؤتمر كان لو أول ما يخشوا يفتحوا الإيميل بتاعهم، أول ما يفتح الإيميل يلاقي له رسالة مضادة. وده الحقيقة يعني هم بيشتغلوا بيأجروا الشركات بأموال كثيرة جدا، رسالة مضادة تقول لك اوعى شارك في هذا المؤتمر، علشان هذا المؤتمر دي دولة قمعية ودي دولة عسكرية وما إلى ذلك. لكن قدرنا أن احنا طبعا أن احنا نعدي كل هذه العقبات، وأن رسائلنا ودعواتنا تصل لكل المستثمرين. باقي من الزمن 6 أيام فقط على المؤتمر الاقتصادي، المؤتمر اللي احنا قعدنا بقالنا شهرين بندعم وندفع، حتى لو كنا بننتقد كثيرا فكان هدفنا أنه ينعقد وأنه كل حاجة تكون في موعدها. قانون المشروع، القانون الاستثمار يعني خرج أو هيخرج للنور خلال أيام، لسه في بعض التعديلات، لكن نتمنى أنه يخرج بشكل جيد في نهاية الأمر. إذن 6 أيام والمؤتمر الاقتصادي، وهنكون معاكم لحظة بلحظة في هذا المؤتمر. خلونا نشوف أخبار النهاردة إيه، والحقيقة النهاردة عندنا أخبار كثيرة. لنبدأ بيها بأول تنفيذ لأول حكم إعدام لأعمال الإرهاب في معقبة ثورة 30 يونيو. هذا الحكم نفذ في شنقا على محمود حسن رمضان عبد النبي المتهم، والذي يعني المدان، خلونا نقول بدقة المدان في جريمة إلقاء الأطفال من هذا هو الشخص، المدان في جريمة إلقاء الأطفال من على سطح أحد سطوح عمارات اسكندرية. هذه الجريمة التي روعتنا جميعا، وكانت في بالضبط في يوم 6/7/2013 لو تذكروا، بعد بيان 3 يوليو، وبدأت اشتعال الأحداث، وبدأت جرائم جماعة الإخوان من حرق ونهب وتدمير لآثار وقتل وحرق كنائس، وكان من ضمنها ما حدث في الإسكندرية الذي رفع علم القاعدة وقتل الأطفال، كان فيهم طفل عنده 15 سنة
حماده بدر اللي قتل يعني، والولد كان فوق السطوح وقتل في هذه الجريمه، ومعي على الهاتف والده حماده بدر احد ضحايا هذه الجريمه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا ستي فندم. اهلا بيكي، يعني اهلا بيكي يا استاذه لمير. بعزيكي مره اخرى في ابنك، ولكن النهارده وانت بتسمعي انه قد تم تنفيذ حكم الاعدام في قاتل ابنك، حاسه بايه؟ طبعا انا النهارده حاسه بفرحه كبيره كبيره، بس قلبي برضو بيوجعني. طبعا يعني انا فرحه، يعني فرحه ما تتوصفش. نعم موجوعه من جوه، وبتمنى ان كل ام راح منها شهيد يرجع لها حقها زي ما رجع حق حماده. وحماده استاذه لميس عنده 19 سنه. يعني لما توفى عنده 19 سنه، حماده النهارده يعتبر عنده 21 سنه. والحمد لله، وبشكر سياده الرئيس على يعني هو كان الحكم متباطئ، بس طبعا بشكر سيادته وبشكر كل المسؤولين في الدولة ان هم سعوا. وبتمنى يا رب ان كل ام يرجع لها حقها زي ما رجع حقي انا النهاردة. وبتمنى ان هم برضو يطالبوا باعدام القيادات الكبيرة، لان القيادات الكبيرة دي هي اللي زرعت فينا الجراثيم اللي هي دمرت اولادنا. صحيح. دول جراثيم برضو لازم يتحكم عليهم بالاعدام ونتخلصوا منهم، لان هم دول الفساد. يعني وانا عموما في اي وقت وفي اي صاله ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل، لان ده ابني الوحيد ما عنديش غيره ومنه لله، وحسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله جه حقه برضه، جه حقه. النهارده تقدري تاخدي عزا حماده؟ النهارده الحمد لله كل اصحابه جولي وعزوني. يعني انا النهارده اول يوم بحس ان حماده هيرتاح، بقول له ارتاح، نام يا حبيبي وارتاح، وحقك جالك وانت في الجنه يا حماد. ده حقيقي. يعني يمكن صحيح بعد سنتين تقريبا، قرب سنتين يعني. قرب سنتين، ما هو حماده ميت 5/7. صح، 5/7. 5/7 حماد. الحمد لله. الحمد لله، ومفيش حاجه تعوض الابن، وانا عارفه يعني. يا ريت لو عندي ابنين تانيين كنت هقول هيعوضوني شويه، او واحد غيره، انا ما عنديش غيره قبل لمين، ما عنديش غيره كده. حماد منه لله، منه لله محمود رمضان، وهو كده اخد جزاؤه. الحمد لله، الحمد لله. وانا يعني متشكره منكم قوي قوي ان انتم مهتمين بينا وبتتصلوا بينا وبتسالوا علينا. طبعا ده يعني انت ام لكل المصريين، ويعني كل الناس ولادك، ويعني لو حماده راح اكيد اصحابه كلهم أكيد موجودين حواليكي. اكيد اكيد انا كل اصحابه بيقولوا لي يا ماما، يعني ربنا خد مني حماده واعطاني بداله صحابه كلهم. وبعدين انا كده كده اولاد العيله كلهم بيقولوا لي يا ماما بحماده ومن غير حماده، واولاد مصر انا احتسبته عند الله الحمد لله. بعزيكي مره تانيه، وبشكرك شكرا جزيلا، وبعزيكي وبشكرك على الصبر. الصبر ده مش سهل، صبر على فقدان ابن ده مش سهل ابدا، لكن يعني انت ست قويه وقويه بالايمان. بشكرك والده الشهيد حماده بدر اللي القي من سطوح عماره في اسكندريه وحكم اليوم باعدام قاتله، ونفذ، مش حكم، النهارده نفذ حكم الاعدام. صحيح احنا تقريبا قرب سنتين من يوم مقتل حماده، لكن طوال هذه الفتره كانت الأحكام، يعني كان المتهم حينها أو المدان الآن يعني استنفذ كل درجات التقاضي، الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية ثم استئناف ثم كل درجات التقاضي، يعني تم استنزفها هذا المتهم حتى أدين وحكم عليه، ثبت عليه حكم الإعدام حتى بعد النقض، وأيضا يعني النقض ثبت حكم الإعدام، واستفتي أيضا فضيلة مفتي الديار المصرية، و
نفذ اليوم حكم الإعدام شنقا في محمود حسن رمضان عبد النبي المدان في قتل حمادة بدر وعدد آخر من الأطفال الحقيقة من الناس اللي هم ألقوا من على سطوح اسكندرية. إخوان طبعا مش عاجبهم هذا الأمر وشايفين إن ده ظلم وعنوة وده بقى إيه يا دي بقى كل أنواع الظلم ويعني نفذ الصبر. وعندنا بقى تويتات مستمرة يعني مثلا جمال حشمة الإخواني الهارب على تويتر قال لك إعدام محمود رمضان دليل على مرحلة التصعيد في المرحلة القادمة وبداية شعلة من الغضب في الشارع. دي شعلة من الغضب في أنه شارع الغضب من إيه؟ الغضب كان لتباطؤ العملي التقاضي، الغضب كان لعدم القصاص لهؤلاء الشهداء الذين ذهبوا. تحالف دعم الإخوان بيتكلم من الغضب نفس الكلام، يعني هما بيوزعوا نفس البيانات عليهم كلهم نفس الكلام، الغضب يتجاوز البيانات والإدانات، وإن روح المرحوم محمود رمضان الشهيد المظلوم ما تزال تلعن الصمت والخوف، وانه يعني الصبر نفذ الصبر ولن تهدأ روح مش عارف يعني كلام كتير بقى ايه القصاص والثوره والاراده الشعبيه كلام كده كله غريب جدا. ويقول لك ان احنا نفذ الصبر، الحقيقه هو صبرنا احنا اللي نفذ، احنا اللي صبرنا نفذ واحنا اللي بنطالب بسرعه القصاص زي ما ام حماده يعني نارها بتبتدي تهدى دلوقتي. واحنا هنا ما بنتكلمش على فكره حكم اعدام وعدم حكم اعدام، احنا ما بنناقش قضيه الاعدام، بنتكلم على فكره القصاص، ان يكون حكم بات سواء بقى باعدام سواء بمؤبد سواء بسجن، بس يكون في احكام باته ونهائيه، مش كل شويه الاحكام بتتم نقضها وكل شويه الاحكام بتتاخر. محتاجين بقى احكام باته ايا ما كان الحكم، احكام باته من قضاء عادل. إذن تنفيذ أول حكم إعدام في قاتل الأطفال بالإسكندرية، هذا المشهد الذي لن ينساه المصريون على الإطلاق بعد ثورة 30 يونيو. النهارده كان في حكم آخر للدستورية، ونرجع تاني للانتخابات اللي ما احناش عارفين يعني رأسنا من رجلينا فيها، والحكم الآخر حول أيضا عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، والحقيقة انه حكم اثار كثير من اللغط ايضا. هذا الحكم بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب فيما تضمنه البند الاول منها بالزام المرشح بان يكون متمتعا بالجنسية المصرية منفردة. المحكمة مفروض انها يعني تصدر التفسيرات او الحيثيات غدا، لان حتى هذه اللحظة ليس واضحا هل موضوع السماح لمزدوجي الجنسية يعني كده معناها السماح لمزدوجي الجنسية، هل احنا هنا بنتكلم عن السماح لمزدوجي الجنسية فقط في الترشح على مقعد المصريين في الخارج ولا السماح لمزدوجي الجنسية قاطبة؟ طيب عندنا مجموعة من الأسئلة زي المرة اللي فاتت، ماذا يعني ذلك بالنسبة للقوائم؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للفردي؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لموضوع ترشح مزدوجي الجنسية؟ والحقيقة إن الموضوع الأصعب شوية هو يعني هل إحنا عندنا مشكلة مع التشريع؟ وأرجع أسأل تاني، من اللجنة التي وضعت هذه القوانين؟ هل أنا محتاجة كل قانون يعدي على الدستورية قبل ما يصدر؟ عندنا مشكلة تشريع، ونحن بين شقي راحة، بين قانونيين بيقولوا ان هم بيقوموا بدورهم وان هم بالفعل يعني بيسنوا بيشرعوا بقوانين سليمه، ثم يتضح لنا لدى قانونيين اخرين في المحكمه الدستوريه ان هذه القوانين غير منطبقه مع الدستور. ما بين هؤلاء القانونيين اللي بيشرعوا ومنهم مجلس الدوله اللي بيراجع وبين المحكمه الدستوريه، نحن في عبث دستوري، نحن في حاله عبثيه عفوا يعني. والحقيقة أن الدولة كلها لا تتحمل هذا الأمر، فإما أن احنا نطالب بأنه يكون هناك رقابة سابقة من المحكمة الدستورية، أو أن القوانين تعدي بشكل من الأشكال على المحكمة الدستورية، ولكن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن احنا نترك قوانيننا بهذا الشكل عرضة لأي طعن، أي واحد معدي بيطعن وبنفاجأ أنه في عدم دستورية. طب أنا دلوقتي بعرض كل حاجة لمهاب الريح،
بعرض مجلس الشعب لمهب الريح، بعرض كل القوانين اللي احنا بتطلع دي لمهب الريح. فهل احنا هنفضل كدوله بين اراء الفقهيه للقوانين للقانونيين بلا يعني بلا طريق؟ انا حاسه ان احنا عندنا ازمه كبيره جدا. الاستاذ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقد ومقيم الدعوه، مساء الخير يا استاذ عصام. يعني انا اولا قبل ما اسالك عن هذه الدعوه، انا اشعر ان كل قوانين الدوله في مهب الريح، انها في انها مشكوك في امرها، لان ده تاني قانون يتم الطعن في عدم دستوريته وتقر المحكمه الدستوريه بعدم دستوريته، فده معناه ان كل قوانيننا فيها مشكله. يعني لا، بص يا استاذه نمره واحد، القوانين من عمل البشر، واختلاف وجهات النظر بشانها مساله طبيعيه جدا. فاذا كان القران الكريم كلام المناسب سبحانه وتعالى حمل اوجه، والناس بتختلف في تفسيرات، فمن الطبيعي ان اي عمل بشري يبقى وارد عليه خلاف وجهات نظر مختلفه. لكن المهم في الامر ان احنا لحضرتك تتذكري ان قوانين الانتخابات، سواء كان قانون مجلس النواب او قانون مباشر في الحقوق السياسيه او قانون تقسيم الدوائر، قلنا لابد ان يتم حوار مجتمعي بشانه قبل اصداره مع كل القوى السياسيه لنتلافى هذه الامور. هذا لم يحدث، وتم الاصرار على اصداره، وللاسف تم تغليب الجانب الامني على الجانب الدستوري والقانوني. فكانت النتيجه ان هذه القوانين صدرت مشوبه بعيب المخالفه الدستوريه. الامر الاخر هقول لحضرتك مثل مهم جدا، الماده اللي النهارده فضيها بعدم دستوريتها لما عرضت على مجلس الدوله، مجلس الدوله عرضت عليه دون المساله المتفرده، والمجلس وافق عليها، وعند العرض على مجلس الوزراء تم تغييرها. يبقى هنا المتحمل هذا الخطا هو مجلس الوزراء. الامر الثاني انه احنا يعني انا عايز اقول بس علشان البعض له الحق منه يتخوف من مساله انه يبقى في طعون على دستوريه القوانين، هو مش الافضل ان هذه الطعون والمحكمه الدستوريه تقول رايها في هذه القوانين وتصدر احكام بشانها قبل تكوين البرلمان، ولا لما البرلمان يتكون وبعدين يطعن بعدم ده صحيح، ده صحيح، لكن انا هنا ده بيقلقني في كل القوانين يا استاذ عصام. لا استاذه، لا، في قوانين حتما هيقضى فيها بعدم الدستوريه، وفي قوانين تترفض بعدم الدستوريه، وفي امور عرضت على المحكمه كثيره رفضتها، يا رفضتها يا قضت فيها بعدم القبول. انا عايز اطمن بس حضرتك واقول ان انا كان اكثر نقطه الحقيقه الساده الصدري مش هو مساله هذا الحكم، انما ما تردد من البعض، لان المحكمه الدستوريه العليا مش ممكن تحكم بعدم دستوريه قانون كان صدر في ظل عهد الرئيس عدلي منصور الذي هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا. والحقيقه ده كان محل تشكيك من مصداقيه المحكمه. كل ان المحكمه تصدر هذا الحكم اليوم ده يؤكد ان احنا بالفعل بصدد دوله بناء مؤسسات تقوم على احترام الدستور والقانون، وده شيء يعني يحسب لهذه المحكمه 100 مره. طيب خليني اسالك بقى عن دعوه اليوم وفكره الحكم ب يعني هل هنا ده الحكم في تقديرك، واحنا لسه ما شفناش حيثيات المحكمه، هل الحكم هنا يختص بالمصريين في الخارج فقط ولا يختص بكل مقاعد البرلمان؟ بص يا استاذ، هو طبعا الموضوع الزواج الجنسيه متزوج الجنسيه ده اثير اول مره بشكل حاد في نظام الفقه والقضاء في سنه 2000، وبسبب ان كان في احكام من محاكم القضاء الاداري بتحكم، واحده تحكم بالاجازه واحده تحكم بعدم الاجازه. المحكمه الاداريه العليا وحدت الامر واصدرت حكم، وانا معه تماما في مساله الجنسيه المصريه فقط. ولكن الجديد في الامر ان الكلام ده كان في الدستور 71، لكن الجديد في الامر ان الدستور الجديد تضمن نص في الماده 88 بيقول فيه نصا ان المصريين بالخارج المقيمين بالخارج من حقهم انه يباشروا حقوقهم في ويباشروا حياتهم السياسيه، ولهم مكافاه الحقوق، وان الدوله ملزمه بأن ممارسه هذه الحقوق، وعلى ان يصدر القانون مراعيا اوضاعهم القانونيه الخاصه. فكان يتعين استثناء المصريين المقيمين في الخارج فقط من هذه المساله. النقطه الثانيه عشان اوضح برضه، ما
معنى المزدوج الجنسيه مش اي واحد يحمل جنسيه اخرى نسميه مزدوج الجنسيه. مزدوج الجنسيه المتحصل على الجنسيه الاخرى بطريقه قانونيه. ان هو يكون حصل على اذن من الحكومه لحمل الجنسيه الاخرى. هو ده المعنى الحقيقي لمزدوج الجنسيه. اما الذي يحمل جنسيه دون اجراء قانوني صحيح لا ينطبق عليه. طب بس مرة أخرى، هل إحنا هنا بنتكلم فقط على مقاعد المصريين في الخارج؟ لا 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 بقى، لأن هو القانون كان بيحرم فئة معينة من طيب. الترشح أصلا. طيب هل في البعض؟ الآن ينسحب على الاثنين من حقهم يترشح على الفرد وعلى القوائم، وبالتالي ينبغي فتح باب الترشح للمقاعد الفردية والقوائم امام هؤلاء المصريين المقيمين بس. هل هنا في قلق من فكره ازدواج الجنسيه باي شكل من الاشكال؟ لان ده كان موجود قبل كده. اتفضل. في قلق بالنسبه بالذات اللي بيحمل جنسيه اسرائيليه. وانا اعتقد انه لم يكن على الاطلاق يعني يتصور احد هذا الامر، وبالتالي انا بارى انه مع التعديل يتم يعني لا يعارض او بما يهدد الامن القومي. لازم هذا النص يضاف عند الإضافة في النص القانوني. يعني ننتظر أيضا يعني تفسير غدا، تفسير المحكمة هتفسر أكيد تفسير المحكمة، بس في تقييمك أن هذا سيقتضي فتح باب الترشح لإعادة فتح باب الترشح أمام القايمة والفردي. بالظبط. معا كان بيحرم مجموعة من الترشح، فهو الآن اتفتح الأمر يبقى لابد يشمل الاثنين. بشكرك أستاذ عصام الإسلامبولي المحامي بالنقد ومقيم الدعوة. أيضا معي الدكتور علي عبد العال عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات. دكتور، يعني أولا هل بدأتم بالفعل في تعديل قانون تقسيم الدوائر؟ احنا بدأنا فعلا، بدأنا دراسة للأحكام المحكمة الدستورية سواء بتقسيم الدوائر فيما يتعلق بتقسيم الدوائر أو في بعض الموضوعات الأخرى اللي هو زي الحكم اللي صدر اليوم اللي خاص بالجنسية أو بالجنسية المصرية فقط. بكرة إن شاء الله برضو عندنا اجتماع تاني علشان خاطر نحاول إن نعيد النظر في الدوائر طبقا لحكم المحكمة الدستورية اللي خاص بحوالي كام 13 دائرة اللي هي اوردتهم المحكمه على سبيل المثال، اللي هم في حاجه الى تحديد سواء بالضم او باي ايجاد اي حل اخر لتطبيق حكم المحكمه الدستوريه. لكن يعني عندما استمعت الى حكم اليوم دكتور، يعني هل يعني في تفسيرك، ولسه نستمع الى تفسير المحكمه الادق غدا، ان فتح الباب امام مزدوجي الجنسيه ده هيكون فقط للمصريين في الخارج ام انه سيفتح للجميع؟ هو بالنسبه لحكم اليوم الخاص بالجنسيه لم يكن مفاجئا للجنه، لان اللجنه كانت متحفظه على هذا النص، ولكن كان مجلس الوزراء له كان يعني اسباب اخرى لوضع هذا النص، ان يكون تكون اللي هو المترشح يجب ان يكون يعني يتمتع بالجنسيه المصريه منفردا، ولكن النص الدستوري بيطلق هذا النص اي بيسمح لكل مصري سواء كان مصري جنسية خالصة أو بيحمل جنسية أخرى للترشح لمجلس النواب. هل إن هذا النص هيكون قاصر على المصريين في الخارج أو أيضا واجب التطبيق على كل المصريين في الداخل والخارج؟ وأعتقد إن هو واجب التطبيق على المصريين في الداخل والخارج هو التفسير الأصوب لحكم المحكمة الدستورية، ولكن هننتظر الأسباب، هنقرأ الأسباب جيدا. بس من الواضح إنه هيفتح للجميع، يعني تفسيرنا جميعا، والحقيقة إحنا عندنا مصادر أكدت لنا إنه يعني لابد إن هو سيفتح للجميع، وبالتالي إحنا كده هنعيد فتح الباب الترشح، أو اللجنة العليا عفوا للانتخابات ستعيد فتح باب الترشح للفردي والقايمة معا. لا هو شوفي حضرتك، سواء كان بالنسبة للحكم الخاص بالجنسية أو بالنسبة لتقسيم الدوائر، طالما هيصدر قانون جديد لتقسيم الدوائر فالإجراءات إجراءات الانتخاب وجدولة مواعيد الانتخابات هتبدأ من جديد
سواء بالنسبة للقوائم سواء بالنسبة للانتخاب بالنظام الفردي. هنبدأ إجراءات جديدة هيفتح باب الترشح، وبالتالي من يتقدم له الحق في إذا لم يتقدم في المرة الأولى أن يتقدم مرة ثانية، اللي الحق اللي عاوز يتنازل يتنازل. القوائم برضو للمتقدم القوائم أن يعيدوا صياغتها مرة ثانية، يمكن قائمة عاوز تعدل، قائمة ملهاش رغبة في أن تتقدم. كل هذه الإجراءات هتبدأ من جديد تاني بعد تعديل قوانين اللي هي خاصة بتقسيم الدوائر واللي هي خاصة بمجلس النواب. دكتور، متى ستنتهون من كل هذه التعديلات؟ احنا ملتزمين ان شاء الله ان ننتهي طبقا للميعاد اللي حدده السيد رئيس الجمهورية، وهو ميعاد الشهر ان شاء الله. مش ممكن نخلص قبل كده يا فندم؟ والله نتمنى حضرتك ان احنا ننتهي قبل كده، ولكن يعني اقصى حد هو الشهر ان شاء الله اللي هو حدده رئيس الجمهورية. اللي هو شهر من امتى؟ من صدور القرار الاول؟ يعني من صدور القرار، واحنا من تاريخ صدور القرار بدأنا ان احنا نتعامل مع هذه التعديلات، سواء بدراسة احكام المحكمة الدستورية، سواء في المنطوق، سواء في الاسباب، راجعنا الجداول، وضعنا خطة العمل لتعديل بعض هذه الدوائر. دكتور، يعني هناك يعني هل هيتم بصراحة، هل احنا محتاجين نعرض هذه القوانين مرة أخرى على سبيل على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على سبيل مثلا الاستعانة بالخبرة الاستشارة؟ احنا عندنا قلق بصراحة من انه يعني مع احترامي لكل هذه القامات القانونية ان احنا تاني يبقى عندنا اي سبب واي ثغرة تؤدي الى عدم دستورية لما بقى مجلس النواب يتشكل. لا، هو انا اقول لحضرتك اولا ان هي ليس هناك نص لا في الدستور ولا في قانون المحكمه بيسمح بالعرض على الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا، بس ان انا عاوز اطمن الراي العام ان احنا قسمنا تقسيم صحيح، والمحكمة الدستورية انتهت في حكمها ايضا الى عدم دستورية هذا التقسيم والحكم. طب يا فندم، ما هو في النهاية انا كمجتمع اللي بدفع الثمن ده، يعني ان الخلاف القانوني وهو خلاف ممكن، لكن انا كمجتمع بدفع ثمنه من وقتي، بدفع ثمنه فلوس، بدفع ثمنه من سمعة هذا البلد، بدفع ثمنه غالي جدا. والخوف انه بعد، انا عارفة ان هو لا يوجد نص لرقابة سابقة للمحكمة الدستورية، لكن انا بدفع ثمن الخلاف القانوني اللي هو قد يكون مشروع في العالم كله ومشروع عندنا، لكن انا بدفع ثمنه غالي جدا كمجتمع وكدولة. هو الخلاف القانوني زي ما تفضلت حضرتك ان هو قائم، وحق التقاضي هو مكفول لكل مواطن، ولكن ان هي قانون دستوري او عدم دستوري هي مساله اجتهاد، يعني لا يمكن، يعني البعض ينادي بعرض هذه القوانين للاستفتاء، وبيعتقد هذا الاتجاه ان لو عرضت القوانين على الاستفتاء بيتم تحصينها. هذا غير صحيح، القوانين حتى لو عرضت للاستفتاء لا تمنع المحكمة الدستورية من فرض رقابتها على هذه القوانين. طب فالحل القانوني اللي يمنعني في سقوط، ليس هناك حل سحري يمنع من المحكمة الدستورية أن تفرض رقابتها على أي دستور سبق، ولكن المسألة مسألة اجتهاد ومسألة تفسير. يعني المحكمة الدستورية قد يكون لها رأي بصدد مسألة معينة، وقد أيضا تغير هذا الرأي في ذات المسألة إذا ما تغيرت الظروف بعد كده، وده القضاء الدستوري بكل دول العالم. يعني ليس هناك ضمان إطلاقا بأن قانون معين لا يمكن الطعن فيه، ولكن اللجنة بتعمل وفقا لمعايير يعني تعلمها جيدا وملم بها جيدا، سواء كانت المعايير دي واردة النص عليها في المادة 102 من الدستور، أو كانت المعايير العالمية في تقسيم الدوائر. يمكن حضرتك مطلع على تقسيم الدوائر في أمريكا، في ألمانيا، في فرنسا. بس ما فيش يا معالي الدكتور، ما فيش بلد بيحصل لها اللي احنا بيحصل لنا ده، أن توقف يعني احنا بيحصل لنا أشياء، مع احترامي لكل القانونيين سواء في المحكمة الدستورية أو حضراتكم أو في أي مكان رفيع،
احنا عرضة لكل المشكلات اللي بنتعرض لها نتيجة اختلاف القانونيين ونتيجة الاجتهاد اللي بيختلفوا اللي بتختلفوا فيه. فنحن نقع ندفع ثمنا باهظا سواء في احكام المحاكم او سواء في الاختلاف حول حول القوانين. هذا البلد يدفع ثمنا باهظا لذلك. لا انا اقول لحضرتك على حاجه، كل الدول فيها هذه الرقابه سواء كانت رقابه سابقه او رقابه لاحقه. يعني المحكمه الفيدراليه الاولى في امريكا لغت في سنه 1930 كثير من قوانين الاصلاح الاقتصادي، والدوله كانت في حاجه الى هذه القوانين، ولم يعني يتطرق ذهن اي واحد لان احنا في كارثه. ايضا بالنسبه لالمانيا وبالنسبه لفرنسا، المجلس الدستوري يوميا بيصدر احكام وبيصدر قرارات بان هناك قانون معين ده قانون مخالف للدستور، فبتراجعوا الجمعية الوطنية اللي هي بتعادل مجلس النواب عندنا. ولكن بعض البلاد بتحتاط، يعني زي ألمانيا مثلا فيها نصوص بتقضي إذا المحكمة الدستورية قضت بعدم دستور خاص بالانتخابات في البوندستاج اللي هو بيعادل المجلس النواب عندنا، إن هذا الحكم أو هذا التعديل لا يسري إلا في المجلس الثاني، فبالتالي بيحصن هذا المجلس مثلا حتى مع القضاء بعدم الدستورية. طيب. هذا النص للأسف مش موجود. ايضا ان التفكير يمكن المحكمه الدستوريه بتفكر في تعديل قانون المحكمه علشان يعمل فلتره للطعن في عدم الدستوريه، يعني هنا فكره ان مش اي حد يعدي يطعن يعني كمان. لا بالضبط، يعني انا بقول احنا يعني يجب ان التفكير في قانون المحكمه، يعني الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه العليا تفكر في تعديل القانون لوضع ضوابط على الطعن. صح. يعني ما لقيتوش طعن دي مهمه جدا محكمه القضاء الاداري. صح. لابد ان يتم الطعن في امام المحكمه الاداريه العليا، المحكمه الاداريه العليا اللي تقول الطعن جدي. طيب. او غير جدي قبل ما يروح المحكمه الدستوريه العليا. بشكرك دكتور. الحلول اللي هي تؤدي الى الحد من الطعون بهذا بالضبط، يعني ممكن ده يكون حل افضل. نعم بشكرك دكتور علي عبد العال عضو لجنه تعديل قوانين الانتخابات اللي وعد بان هو اللجنه ملتزمه بمده الشهر من وقت صدور قرار عدم الدستوريه الاول. ومعي على الهاتف السيد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. يعني استاذ السادات، يعني هذا الجدل القانوني والقلق من عدم دستوريه القوانين كيف تراه؟ هل لابد ان يكون هناك رقابه سابقه للدستوريه ام حد الطعن امام الدستورية شايفه ازاي؟ طيب خليني اقول لك مساء الخير. وفي البداية يعني برضو احنا مش عايزين نقول زي ما البعض بيردد ان الحمد لله انه احنا اكتشفنا عدم الدستورية قبل ما المجلس يكون منتخب وينعقد. لا ده كلام يعني ما ينفعش. احنا مش بلد عجبة اول مرة نعمل قانون ولا صراحة. اول ناس نعمل قانون. لا مفترض انه اولا يعني فيما يخص القسم التشريع في في المحكمة الإدارية حينما ينتهي لمراجعة ونص محدد يجب أن يلتزم به مجلس الوزراء وما يجتهدش ويغير دون ما يرجع له. دي واحد. اثنين، المحكمة الدستورية جمعيتها العمومية وكما أصدر الرئيس قرار بقانون بعد مراجعتهم في أنهم يقللوا مدة نظر الطعون اللي بتقدم. انت عارفة الطعون كانت قبل كده المحكمة الدستورية تاخد شهور، الآن 20 يوم من ساعة تقديم الطعون تبحثها وتنظر فيها وتحكم فيها الدستورية. أنا بشوف إنه الرئيس مع المحكمة الدستورية جمعيتها العمومية من حقهم إنهم ينظموا مسألة إنهم ممكن يعرض عليهم القانون عشان يبصوا عليه ويراجعوه قبل ما يتم إقراره بشكل نهائي عشان لا نتعرض مرة أخرى لهذه أو هذا عدم الدستورية، لأن شهية الناس مفتوحة لطعون. طب ما يمكن يجب توضع. طب ما يمكن يجب كمان تقنين موضوع الطعون ده كمان يا أستاذ سادات. أفندم تقنين موضوع الطعون أي حد معدي بيطعن. يعني المحكمة الدستورية الحقيقة وده اللي حصل في حكمها الأولاني في تقسيم الدوائر رفضت من حيث الشكل، لأن ناس ليسوا ذو مصلحة وليسوا ذو
يعني شأن في هذا ورفض الطعون، وهذه الطعون يعدها الآن بعض ممن لهم مصلحة. فأنا عايز أقول لك مش هننتهي، عشان كده بنقول لابد أن هذا الموضوع يعني الإدارية العليا قسم التشريع ثم جمعية العمومية للمحكمة الدستورية ومع الرئيس يصدر قرار بقانون عشان يدي صلاحيات، لأن احنا عارفين أن الدستور الرقابة رقابة لاحقة. نعم. ومش هنقدر نعدل دلوقتي في الدستور. حاجة تانية فيما يخص الحكم بموضوع ازدواج الجنسية، أنا بشوف أنه يعني ده تصحيح لوضع يجب أن احنا ما نتخوفش من المصريين اللي في الخارج، اللي احنا مطلوب نربطهم بالوطن الأم ونشجعهم وبنقول مساواة وبنقول حاجات كتير عايزين ندمجهم في المجتمع، وخصوصا ان القانون المصري ما بيمنعش ان المصري يحمل جنسية اخرى، واحنا عارفين ان في مصريين نتيجة ظروف عمل، نتيجة ارتباط في بعض البلاد في المانيا في امريكا وغيره، هؤلاء خدوا الجنسية، مش معنى كده انهم مش وطنيين ولا مخلصين. عندنا نماذج زي دكتور فاروق الباز، دكتور مجدي يعقوب، هاني عازر، دكتور زويل غيره. يعني لكن القلق بقى من مثلا كثير من جماعة الإخوان اللي هم كانوا مقيمين، وانت عارف ان هم قعدوا في لندن مدة طويلة وفي بريطانيا وفي بلاد أخرى وخدوا جنسيات من البعض ممن لديه جنسيات أخرى، يعني القلق من ممكن ده. ممكن أستاذة لميس في القانون، في القانون مع التعديل ده، يعني احنا مش عايزين نخاف، احنا عايزين المصريين اللي في الخارج بما ان احنا اقررنا لهم مقاعد في البرلمان الحالي عشان يعني ادمجهم في الوطن الام نقدر في القانون نعالج دي، بس احنا مش عايزين نخاف لان عندنا نماذج وهؤلاء موجودين في المجالس العلمية والاستشارية مع الرئيس، يعني بيحطوا سياسات وخطط ومشاركين فيما يحدث في الدولة، فما فيش سر النهاردة، ما بقاش في حاجة تقلقنا، والعبرة بالأداء، الأداء الوطني، وإحنا بنقول في مصريين لا معاهم جنسية ولا عمرهم حتى سافروا بره مصر ومخربين وفوضويين وبيدعوا للفتنة، فالموضوع يجب إن إحنا برضو نتعامل مع الواقع وما نبقاش إيه، يعني ما ناخدش مواقف توصلنا إلى إن إحنا نفرق الناس، بالعكس أنا بشوف إنها فرصة. المصريين النهاردة اللي في الخارج لهم دور كبير وبيقوموا بدور كبير جدا للبلد، سفراء لمصر. نعم. فيجب ان احنا نسمح لهم مدام. نعم. هذا ما نص عليه الدستور. بشكرك سيد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. اذا من الواضح انه سيتم اعاده فتح باب الترشح مره اخرى للقوائم والفردي، احنا كان بس الفردي اللي هيتم فتح باب اعاده فتح باب الترشح مره اخرى. من الواضح كده انه بعد هذا الحكم لمزدوجي الجنسيه بالسماح لمزدوجي الجنسيه سيسمح مره اخرى او يفتح باب الترشح مره اخرى على القوائم وعلى الفردي. اذا العمليه الانتخابيه كلها من اول وجديد، لكن الحقيقة اللجنة العليا للانتخابات أصدرت أوامرها للمحاكم الابتدائية بالتحفظ على كل الورق للمرشحين اللي هم تقدموا به، اللي عايز يستكمل ترشحه أو يتابع في ترشحه هيتابع، اللي عايز يغير أو ينسحب هيغير، يعني هيكون في تغيير. إذن احنا بنتكلم في شهر تأخير، لو اتكلمنا على شهر تأخير وكانت الانتخابات يعني في شهر للتعديل، أعتقد ان احنا كده بنتكلم في تأخير الانتخابات حوالي شهر أو شهرين تقريبا من موعدها الأصلي. موعدها الأصلي كان 21 مارس هذا الشهر. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذه الأخبار ونتكلم عن تحليل لمضمون لحركة الداخلية الأخيرة، نتكلم على موضوع المزلقانات اللي فجأة عندنا لجنة للمزلقانات. احنا كل ما يحصل عندنا حادثة نعمل لجنة للحادثة، لجنة للطرق ولجنة للمزلقانات ولجنة كذا، ويسقط الضحايا ونفضل نقول فين لجنة، فين الأمن والسلامة، فين الكاميرات، فين الرادارات، ويقول لك أصل إحنا بنعمل مناقصة، أصل إحنا بنعمل مزايدة، أصل إحنا لسه بنعمل مش عارفة إيه، أصل لسه ما قررناش في الحكومة. نفس طويل جدا والناس بتموت كل يوم. فاصل ونرجع.
النهاردة السيد وزير الداخلية الوزير الجديد اللواء مجدي عبد الغفار عقد اجتماعا مع مساعدي الوزير الجدد بعد الحركة التي يعني الحركة الكبيرة الواسعة الحية التي قام بها، وشدد طبعا على مجموعة من التعليمات لحفظ الأمن وأمن المواطن ولبعض الأهداف الاستراتيجية. وأكد الحقيقة أنا أكتر جملة في هذا البيان اللي اهتميت بيها أكد أن تأمين المؤتمر الاقتصادي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ستتعدى نطاق مدينة شرم الشيخ لتشمل كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن الخطة دخلت حيز التنفيذ بالفعل وتتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية. هنا دي الجملة الأكتر جملة أنا اهتميت بيها، لأن الحقيقة تأمين شرم الشيخ ليس فقط أو تأمين المؤتمر ليس فقط تأمينا لمدينة شرم الشيخ ولكن تأمينا لكل أنحاء الجمهورية، لأنه أكيد يعني الإخوان طبيعي مش عايزين يعمل مش لو ما قدروش يعملوا عملية في شرم الشيخ وإن شاء الله لا ينجحوا في ذلك هيحاولوا إن هم يعني يصرفوا الأنظار لمنطقة أخرى في الدلتا في الصعيد في أي مكان آخر، وده كان قلقنا إن هم يحاولوا إن هم يخلوا القصة أو الستوري أو الاستهداف في منطقة تانية فتجذب الأنظار بعيدا عن مؤتمر شرم الشيخ. وواضح إنه الوزير مهتم بهذه العملية، لازم نحيي جهود كل الناس اللي خرجت من الوزارة بما فيهم السيد الوزير، حتى لو كان في محمد لواء محمد إبراهيم، حتى لو كان في خلافات يعني من القوى السياسية عليه، لكن الناس اشتغلت وتعبت فلازم نحيي جهودهم في جميع الأوقات. لكن حقيقة إنه هذه العملية هذا التغيير الواسع اللي حصل في قيادات الداخلية والحقيقة شمل تقريبا كل مساعدي الوزير للقطاعات هو تغيير مهم جدا. أولا تغيير بيعكس مجموعة من الأمور، واحد ان ده تغيير ما حصلش بين يوم وليله، بمعنى ان واضح انه السيد الوزير كان عارف ان هو جاي او كان متبلغ او كان دارس هذا الامر، لانه ده واضح ان هو دارس، صحيح هو ابن وزاره الداخليه وصحيح هو يعرف كل هؤلاء الناس، لكن عشان يرتب كل هذه الاوراق ويبقى عارف مين هيبقى فين بعد 24 ساعه فقط من توليه منصبه ومن قسم من القسم الجمهوري، ده معناه ان هو دارس وعارف ومحقق يعني في هذا الامر. الامر الثاني انه هذا تغيير شمل كل مساعدي الوزير وأيضا شمل مدير أمن القاهرة والجيزة، وده معناه ان هو بيعمل تغيير نوعي كبير بيضخ دماء جديدة، لكن أكيد في فلسفة حول هذا التغيير. معي على الهاتف سيادة العقيد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية. سيادة العقيد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك، كيف قرأت هذا التغيير؟ يعني بداية طبعا بتفق مع حضرتك في مسألة أننا أمام وزير داخلية جديد، وزير قادم كي يعمل، وزير يحمل ملف الهم الأمني من اللحظة الأولى، وأعتقد بأن إشارة حضرتك الخاصة بالسيد الوزير قد يعني عمل على هذا الملف منذ فترة، لم يكن الأمر تبليغا شفهيا مفاجئا بالنسبة له وتكليفا ومنذ اللحظة دي بدأ يعمل، لا واضح طبعا أن هناك عمل ودراسة لهذا الملف بشكل مستفيض وبشكل متكامل ووضع استراتيجية حقيقية. التغييرات التي تمت في 24 ساعة تقول بأننا أمام رجل أمن محترف، رجل أمن عايز يعمل استراتيجية جديدة، وأعتقد أنه هو قد وضع خطوطها العريضة على الأقل خلال الفترة التي قام بدراسة الملف الأمني فيها. التغييرات بالفعل كما أشير هي توصف بأنها تغييرات متكاملة، هناك بعض من الإشارات التي تدل على أن طاقم جديد يدخل إلى العمل الأمني. هذا التغيير الذي استمعنا إليه اليوم هو طاقم العمل الذي سيتولى مسؤولية الملف الأمني طوال فترة عمل السيد الوزير أو الفترة القادمة. خلينا نحاول نفسر هذا التغيير يا سيادة العقيد، نحاول ندخل فيه أكتر بتفاصيل أكتر. هل أنت حاسس أن رجال المعلومات موجودين بشكل يعني أكتر، يعني هذا الرجل يأتي من الأمن الوطني أساساً الوزير، وبالتالي هل هو صعد رجال المعلومات، محتاج لرجال المعلومات بتوع اللي هم قادمين من الأمن الوطني يكونوا في مناصب موجودة علشان المعلومات هي جزء أساسي من الإحباط العمليات الإرهابية؟
يعني حضرتك لفتي النظر لنقطة في غاية الأهمية في خطاب أو تصريحات السيد الوزير الأولية الخاصة بمسألة أن تأمين مؤتمر شرم الشيخ لن يقتصر على المدينة وحدها بل سيمتد إلى محافظات الجمهورية، ودي إشارة أمنية احترافية جيدة جدا من السيد الوزير. دي نقطة. الثانية مباشرة أنه تحدث في هذا السياق حول ضرورة العمل الأمني وفق رصيد معلوماتي، ظهير معلوماتي حقيقي، ودي ايضا احد المفاتيح المهمة. لم يعني احنا مش بنتكلم حوالين ان اجهزة قيادات المعلومات هي من تولت المسؤولية، بقدر ما نتحدث عن انه يضع ثوابت جديدة للعمل، انه لا مجال للعمل العشوائي او العمل التجريبي الفترة القادمة. هو يريد ان يكون هناك معلومة حقيقية موثقة محللة يتم تحليلها بشكل جيد جدا حتى تعطي المسار للعمل الامني. يبقى الاجهزة الامنية اللي شغالة على الارض عارفة هي بتتحرك رايحة فين. الامن الاستباقي اللي بنتحدث عنه من سنوات مضت اعتقد بان هو النهاردة هو بيرسخ هذا المفهوم. اما بيتكلم عوالين ان لابد ان يكون ظهير معلوماتي، يبقى اذا نحن امام امن استباقي حقيقي. طيب. ولم يقتصر على رجال قادمين من خلفية معلوماتية، لانه هو الحقيقة دخل على الامن الجنائي بصورة كبيرة جدا، وهي اهم الملامح الحقيقة اللي ظاهرة في هذه الحركة، مسألة تغيير مديرين الامن ومساعدي السيد الوزير الخاصين بالامن الجنائي، يعني يعطي مؤشر بان هناك حالة من حالات الاهتمام القوية والفاعلة، ووضع طاقم معاون جديد له سوف ينزل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. يبقى هو اهتم بالامن الجنائي وبالامن المعلوماتي. خليني مثلا اقول لك انه هو يعني في جزء مهم في هذا التغيير هو انه اللواء خالد ثروت مساعد الوزير القطاع يعني اللي هو كان مدير الامن الوطني تم يعني نقله أو أصبح مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، وبالتالي خرج من هنا من الأمن الوطني بدلا منه، أصبح اللي هو صلاح الدين محمد فتح حجازي اللي هو صلاح حجازي اللي هو أصبح مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني. مين هو اللي هو صلاح حجازي؟ كان يشغل منصب مدير إدارة جهاز الاتصالات اتصالات الشرطة، لكن هو في الأساس ابن أمن الدولة وابن جهاز الأمن الوطني، تمت إزاحته بعد ثورة يناير ليعود رئيسا له الآن. يعني هذا الملمح على سبيل المثال يقول ان السيد الوزير بيبحث حول الكفاءات وبيبحث عن الخبرات المتراكمة، يبحث عن شخصيات لديها ذخيرة من الخبرة تستطيع العمل من ديوان من اللحظة الأولى، وإشارة الإعلان عن هذه التغييرات من اللحظة الأولى يعطي مؤشر آخر بأنه يريد أن تدور العجلة الأمنية وفق الاستراتيجية الجديدة من اللحظة الأولى. البحث عن الخبرات الحقيقية ومن لديه رصيد وظيفي أهله إلى أن يمسك هذا الملف ويتعامل معه، هو لم يقتصر حول التغييرات الروتينية أن رقم 2 يحل محل رقم 1 في تغييرات عادية مستهلكة، لا، هو راجل بحث حوالين رجال أمن محترفين لكل تخصصه ولكل لديه سابقة أعمال في هذا المجال، لديه دورات تدريبية في هذا الإطار، لديه خبرة وظيفية حقيقية يستطيع أن ينفذ من خلالها الاستراتيجية الجديدة اللي أعتقد الحقيقة أنها استراتيجية يحملها السيد الوزير وهو داخل على هذا العمل. هأدلل بمثال آخر اللي هو كمال الدالي اللي كلنا عرفناه، طبعا كان مدير لأمن الجيزة من الضباط المتميزين، تم ترقيته مساعدا للوزير لقطاع مصلحة الأمن العام. يبقى أنا هنا طلعت الأمن يعني حد قبل بلاء حسنا في الجيزة أصبح مساعد لوزير لقطاع الأمن العام. أجي مثلا لي أيضا مثلا اللواء سيد شفيق ايوه بالظبط كده، اللي هو اصبح اللي هو كان مساعد الوزير لقطاع الامن العام اصبح الان مساعد الوزير لقطاع الامن. اذا هو لما يعني في قبل بلاء حسنا في قطاع الامن العام فهو نقله او اصبح مساعدا للوزير لقطاع الامن. يعني نقف عندهم لحظه استاذه لمين، المثالين دول هم اللي بيشيروا الحقيقة ان السيد الوزير انتقى ابرع واكثر اثنين في وزارة الداخلية بالفعل لديهم خلفية جنائية واسعة المدى، تقلبوا في كل مناصب العمل الجنائي
بداية من أقسام الشرطة وحتى مديرين مباحث لمدريات ثقيلة ومدريات اشتغلت في العمل الجنائي بشكل كبير. هم الاثنين دول تم انتقائهم لتصعيدهم بالفعل كما أشرت حضرتك ليكون على رأس العمل الجنائي الخاص بوزارة الداخلية. أعتقد كمان من المهم هو مدير أمن القاهرة ومدير أمن اسكندرية. يعني عندي اللواء أسامة فؤاد بدير القاهرة والجيزة، أسامة فؤاد بدير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، كان مديرا لأمن الغربية، لكن هو طول خدمته كان أساسا في القاهرة، كان رئيس مباحث المرافق بالعاصمة. و يعني هنا في تغيير في المكان، لكن هو تصعيد سياسي لأنه ذهب إلى العاصمة. أيضا اللواء طارق حسن حسنين ناصر هو أصبح مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، كان مديرا لأمن أسيوط. والحقيقة أن مدير أمن أسيوط ده دايما بيبقى العين عليه، لأنه هو ده واحدة من أهم المحافظات، مش كده يا فندم؟ أهم وأصعب الحقيقة، يعني أهم المحافظات وأصعبها من الحالة الجنائية، نظرا لتشابكها الكبير في ملفات جنائية وملفات سياسية و يعني تحزبات طائفية في بعضها. محافظة صعبة، محافظة عايزة شغل كبير. مسألة العمل على مساعدي الوزير الحقيقة ده ملمح برضو مهم ان احنا ما نعبروش سريعا. مسألة مساعدي الوزير للمناطق ولأكثر من مدرية، على سبيل المثال مساعد الوزير لمدرية أمن كفر الشيخ ودمياط، مساعد الوزير إلى المنيا لمدريات الأمن المنيا وأسيوط. يعني هذا المنصب الحقيقة أعتقد بأن السيد الوزير بوضع شخصيات جديدة وتناول هذا المنصب بالتغيير، من الواضح ايضا ان ده بيقلل الفجوة ما بين مدير الامن وما بين السيد الوزير، وبيعطي شيء من الاستقلالية وبيفعل هذا المنصب. يعني هو كان منصب الى حد كبير كان منصب رقابي او منصب اشرافي على عمل مديريات الامن، لان النهاردة يبدو من الاستراتيجية الجديدة ان السادة مساعدي الوزير للاشراف على المديريات سيكون لديهم مهام مباشرة فاعلة هيقوموا بتحقيقها من خلال اشرافهم على عمل المديريات، وده واضح ايضا في هذا الملمح الجديد. هل في اي تغيير يعني طبعا في لكن في تغييرات عقابيه ترى انه يعني عدم اداء جيد وبالتالي نقلوا لادارات ربما اقل او ابعد عن الاضواء او ما الى ذلك؟ يعني الحقيقه مش لامح اجراءات عقابيه، وما بتبقاش الفلسفه عقابيه في هذه الصفوه من القيادات قد ما بتبقى البحث عن طاقم العمل الخاص بيه، اللي هو زي ما اشرت في البدايه ان هو وزير داخليه جاي الحياه يشتغل، وزير داخليه جاي عايز يؤدي رساله. يعني مساله التغيير الواسع ده، يعني هو الراجل عايز يعطي منتج امني جديد، لن يترك الامر للصدفه ولن يترك الامر ان هو يكون خاضع الى قلة مهنية في بعض الاوقات او اختلاف للرؤى ما بينه وبين القيادات. هو رجل عمل على كل منصب حسب رؤيته الخاصة، وضع فيه الرجل اللي هو يرى انه قد يتوافق معه في الاداء وتصحيح الاوضاع. الاشارة ناحية رفع المهارات للسادة الضباط وللافراد حاضرة بقوة في هذا الاطار وفي هذا المجال، واعتقد ان هو كده بيلبي الحقيقة طلب يعني طلبناه كتير جدا، ان جهاز الشرطة قد ما هو مشغول بالمكافحة الامنية وبالعمل وراء الارهاب ومحاولة محاصرته، ان لابد من الاهتمام الشديد جدا برفع مستوى السادة الضباط والافراد العاملين لارتقاء بمهاراتهم العمل على دوت، علشان هو ده المفتاح الحقيقة اللي يدي نتيجة ايجابية في الارض. مشكورك شكرا جزيلا سيادة العقيد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية. أيضا من الملامح مثلا أنه الحقيقة أنه الإدارة العامة المباحث الجنائية، وده مهم جدا، ده اللي بيخص المواطن بشكل أساسي. عندنا اللواء عاصم حمزة منصور هنا مديرا للإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، هنا غير ده، يبقى إذن في حالة عدم رضا برضو عن فكرة البحث الجنائي. البحث الجنائي محتاج دم جديد، فهنا
نغير هذا الأمر. أيضا لواء أمجد أمين حسنين مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برضو ده تغيير مهم جدا. إذن البحث في قصة الأموال العامة محتاجة تغيير. الحقيقة هو مغير تغييرات مهمة، يعني بتدل على نتمنى أنها تؤدي يعني أكلاء وتؤدي في النهاية لتغيير وبث دماء جديدة في قيادات الشرطة. نتمنى ألا تتوقف الحركة عند القيادات الصف الأول. عندنا معلومات أن عندنا أن القيادات الصف الثاني والثالث ستطولها حركة قريبة جدا. والحقيقة أنه مش بس التغيير، في مجموعة من العوامل المهمة جدا في جهاز الشرطة لابد أن يكون التأكيد عليها. الإمكانيات. هذا الجهاز يحتاج إلى إمكانيات كثيرة، يحتاج إلى أجهزة أكثر حداثة، يحتاج إلى تدريب. الناس دي اللي محتاجة تدريب مستمر على أحدث الوسائل. أم الإمكانيات، الناس دي محتاجة إمكانيات كثيرة جدا، بالذات إدارات المفرقعات وغيرها من الإدارات محتاجين إمكانيات. يعني لما نقول إن ما في، لا، في نقص إمكانيات يا جماعة، عندهم نقص إمكانيات كبير، ولا بد من إمكانيات ومن إمكانيات أكثر، ولا بد أن توفر لهم الموازنة، التدريب، وأيضا السلوك نفسه بقى، الانضباط واليقظة والفكرة شد الهمة. الحقيقة الناس دي بتتعب جدا وبتلقى حتفها وبيستشهدوا في أمور كثيرة جدا، لكن ساعات بتبقى فيه أخطاء بتضايقنا جدا إن إحنا يذهب يعني فيها أرواح شهدائنا من الشرطة ومن القوات، وبالتالي إن الكمين يبقى على مسافة بعيدة جدا، إن ما فيش حد يقرب من الكمين بالشكل ده، وإن حماية الكمين تكون بعيدة، إن يبقى عنده دبابة ولا عنده مدرعات بتبحث عن القنابل وبتطوق الألغام. يعني في حاجات إمكانات مهمة وتدريب مهم جدا وسلوك الانضباط. أعتقد أنه ده كله مع التغييرات ممكن يكون يؤدي إلى جهاز شرطي أكثر كفاءة، أكثر حماية للبلد، وأكثر قدرة على يعني تقديم واجبه ناحية الشعب وناحية الدولة في المرحلة القادمة. كل التوفيق لكل القيادات وللسيد الوزير في المرحلة القادمة، وكل الشكر للقيادات السابقة الحية والسيد الوزير أيضا السابق اللي هو محمد إبراهيم. خلونا نذهب إلى موضوع المزلقانات. والحقيقة أنه منذ قليل كان في لجنة لتطوير المزلقانات بعد كارثة طبعا ما حدث في أمام مدينة الشروق، وهؤلاء الأطفال الذين ذهبوا ضحية مزلقان غير شرعي وغير معروف قصته إيه. والحقيقة أنه مزعج بالنسبة لنا جدا أن بعد كل حادثة نعمل لجنة، كل كارثة نعمل لجنة، لجنة لتطوير السكة الحديد وما حصلش حاجة، لجنة لتطوير المزلقانات، لجنة سلامة الطرق اللي ما نعرفش عنها أي حاجة وطلعت قرارات وما فيش أي نتيجة، لا في سلامة الطرق ولا في أجهزة تركبت ولا أي حاجة حصلت، ولسه احنا في المناقصة الأولى والمناقصة الثانية والمناقصة الثالثة. ومع احترامي لعمل كل الناس، بقالنا يعني دماء الناس تسيل وكل يوم عندنا كارثة وعندنا يعني لجنة ومزلقان. الغريب ان دلوقتي فجأة بيقولولنا ان في 4500 مزلقان غير شرعي موجودين على السكك الحديدية. طب ودلوقتي اكتشفتوا ان عندنا 4500 مزلقان؟ يعني هل فجأة دلوقتي اكتشفنا ان عندنا 4500 مزلقان؟ ما انتوا عارفين، ما انتوا عدينهم اهو، يعني واضح ان الحكومة عداها. طب وبعدين؟ هيقولك اصل عايزين تعديل تشريعي. وتعديل تشريعي ليه؟ يعني انت معقولة مفيش حاجة عندك في القانون كله تقولك، وانت لازم كل حاجة تقولك اصل المزلقان اللي اتعمل بشكل غير شرعي؟ اكيد في القانون في حاجة بتجرم هذا الامر، اكيد. مش ممكن كل حاجة يقولك ايه الناس بقى في الحكومة يقولك ايه تعديل تشريعي، كل حاجة عايزة تعديل تشريعي، فيرمي على القانون لحد ما القانون يظهر بقى كمان شهر ولا شهرين، وبعدين القانون مش عارفة يحصل له ايه، وبعدين نبقى نشوف هنعمل ده ازاي. لا، ده فشل حكومي، ده فشل إداري. خلونا بقى واضحين ونحط الكلام بوضوح، ده فشل إداري. لما نكون عارفين وعدين المزلقانات ان هم 4500 مزلقان غير شرعي ومش قادرين نتحرك ومش قادرين نتقدم عشان نشيل المزلقانات دي، ونقولك اصل احنا محتاجين تعديل تشريعي، ده فشل، ده عدم قدرة على الإدارة. والحقيقة تقولي مشكلة مصر ايه؟ مشكلة مصر في الإدارة، ليس لدينا إدارة كفأة، هي دي مشكلتنا الأساسية بين القانونيين وبين الإدارة، هي البلد ضايعة بالشكل ده. مين معانا يا جماعة؟ مهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكك الحديدية، مساء الخير يا فندم.
اهلا، مساء النور يا استاذه لميس، تحياتي ليكي وللساده المشاهدين. اهلا وسهلا. هل احنا ما كناش نعرف ان في 4500 مزلقان غير شرعي على السكك الحديديه يا فندم؟ بدايه انا ببلغ اسفي وتعزيه لاسر الاطفال والناس اللي اتشفت امبارح في ما بين مزلقان الشروق ومزلقان ضرب الحاج. انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه بس صغيره، السكك الحديديه بها 1332 مزلقان قانوني، عليه أجراس وأنوار وعليه غفير وسلسلة وما إلى ذلك من وسائل الأمان. ما زلنا بنستسهل أو بنستهين بخط مسير القطارات ونعبر منه من أي مكان ونستسهل المرور في المزلقان القانوني. الحادث بتاع امبارح اللي بس نتكلم دقيقه واحده بس او ربع دقيقه عن الحادث اللي حصل امبارح، طبعا احنا قلوبنا بتدمى وتدمى وعيننا بتدمع لهذا الحادث الاليم. انا كنت في مكان الحادث بعد وقوعه بما فيش في بدقائق يعني او ب 30 دقيقه بالظبط، يعني الاستهانه بعبور خطوط السكك الحديديه في الاماكن الغير معده لذلك، هذه جريمه يعاقب عليها القانون، وهذا القانون معروف لدى الجميع ان لا عبور لخطوط السكك الحديديه سواء للافراد او للمركبات او للدواب الا من طريق المزلقات القانونيه. حتى عبور المزلقات القانوني يجب الاحتراس اثناء العبور بما في ذلك المزلقات القانوني. خلينا نقول ان حركه القطر في هذه المنطقه وهو خط السويس عين شمس يبعد عن هذا المكان المؤدي او هذا المكان المؤدي الى مزرعه اعتاد استخدام رحلات مدرسيه بها، يبعد عنها في اتجاه الغرب مزلقان مدينة المستقبل على بعد 2000 متر بالضبط، وفي اتجاه الشروق واحد مزلقان الشروق واحد على بعد 1300 متر، يعني الواحد لو ماشي على رجله مش هيستغرق أكثر من 10 دقائق لهذه المسافة، فبالك بقى بالعربية أعتقد. وهذا الطول كان 3 عربيات أو 3 أوتوبيسات مدارس جايين من محافظة الغربية مدينة طنطا، الثلاث اوتوبيسات اقتحموا مسير القطار، الاوتوبيس الاول والثاني عدوا قبل مرور القطار، طبعا الاوتوبيس الثالث كان ماشي طيب. وراء القطار لم ينتبه الى قدوم هذا القطار. طيب انا سؤالي، هم عدوا من منطقه مزلقان غير شرعي؟ لا يا فندم، هم اقتحموا السكه او عدوا السكه في مكان يقطع خط سير القطار في غير مكان ممهد، لكن في مزلقان ولا غيره يعني ولا اي حاجه. فمن ده هو يعني ما اعرفش مين اللي عمل المزلقان، بس اكيد المستفيد هو اللي عمل المزلقان. بس كان في مزلقان، في مزلقان معمول غير شرعي اتنين. لا يا فندم، ما فيش حاجه اسمها مزلقان غير شرعي. هو ما هو بيعبر من فوق السكه، يعني بيجي يعني يمهد لنفسه من سير العربيه ويعدي في مكان فوق شريط السكك الحديديه، يعني احنا بنسميها عندنا اقتحم خط سير طيب. القطار. طب سؤال يا فندم، المزلقانات غير الشرعيه اللي معموله بواسطه المواطنين، هل انتوا عندكم قصر بيها؟ هل انتوا عارفين هي فين؟ عارفين هي ما بنقولش عليها مزلقانات، بتسموها ايه؟ لا ترتقي لان يقال عليها كلمه مزلقانات. بتسموها ايه يا فندم؟ هي مناطق عبور غير شرعيه، غير شرعيه زي المنطقه دي، منطقه اللي عايز يفتح قدام الورشه طيب. بتاعته طيب انتوا يا فندم عارفين هذه الاماكن اكيد بتمسحوا شريط القطر ده؟ هذه الاماكن متغيره يا فندم كل يوم، احنا عندنا اكثر طيب. من 4000 نقطه عبور غير شرعيه. حلو قوي. ليه يا فندم ليه يا فندم هذه النقاط لا يبلغ عنها من الشرطة؟ لا يا فندم، أولا أنا عندي 75، أولا الأول خلينا نقول إن أنا عندي 6000 كيلو خطوط سكك حديدية بيسير عليها القطار. ما أنت عارف أهو، ما حضرتك عارف إن هم 4000 نقطة يعني. حضرتك خليكي معايا بس، أنا عندي أكثر من 6000 كيلو خطوط مسير القطارات،
1332 مزدحان وله صفة المزدحان وعليه تمام. أنا بتكلم على مناطق العبور غير الشرعية اللي حضرتك بتكلمها. مناطق العبور غير الشرعية بتختلف داخل المدن، داخل المدن بتبقى المحافظة عاملة عليها حاطة عليها عناصر المرور الكافية ومنظمة عليها الحركة، لأنه هو برضو احنا لما بنيجي نقف المزدحان المحليات ومجالس المدن والمحافظين وهناك تنسيق تام. يا فندم يا باشمهندس، انت عندك اكيد عدد كبير من العمالة اللي ممكن تشتغل في حاجات كتيرة جدا، هات مثلا 20 واحد كل واحد اديله خط، يعني ما تقوليش ان احنا لان اول ما ابتدينا نحصر ما انت عارف النقط. انا عندي هندسه السكه ليها قطاعات مرور كل قطاع 10 كيلو لمكان هندسه السكه. اذا احنا عارفين الاماكن الخطر والاماكن العبور الغير شرعيه فين، ومجرد اكتشاف المزدحان بيتم تحرير محضر في اقرب نقطه شرطه وابلاغ. هل المزدحان ده كان محرر؟ هل المزلقان ده كان بلاش المزلقان، هل المنطقة العبور غير الشرعية دي؟ هذا اتجاه العبور اللي كان مبلغ عليه في نقطة الشرطة القاهرة الجديدة وموجود ومبعوث لجميع احنا بص يا حضرتك مبلغ عليه من امتى يا فندم؟ لا قول لي بس عشان انا عايز ادور على المسؤولية بقى عشان انا تعبت. لا معلش لا نتبادل المسؤوليات، لان اللي بيحدد المسؤولية النهاردة النيابة، والنيابة ما زالت تعمل في هذا. ماشي بس ما احنا من حقنا برضو كإعلام ان احنا نسأل النيابة. لا يجب ان ننتهي من ان النيابة تحدد المسؤولية. تمام بس انا بس مجموعة انا ما بشتغلش نيابة، النيابة بتحقق المسؤولية الجنائية، انا بدور على المسؤولية السياسية يا فندم. المسؤولية المجتمعية مسؤولية جميع الدولة بالكامل. هل ممكن حضرتك خلينا بس اكمل مسؤولية نحن ليس عندنا ثقافة احترام القوانين. هذا المزلقان او هذا المكان اللي تم اقتحامه يبعد 1300 طيب. كيلو 1300 متر معاك عن سلوك المواطنين وجميع المزلقانات وجميع نقاط العبور الغير شرعية بهذه الطريقة. طيب انا معاك ان سلوك المواطنين سيء جدا، انا معاك ان هذا هو الخطر. بنستهين بالدماء التي تسيل، لكن انا لازم اقوم سلوك الناس، اقوم سلوك الناس بالقانون، بمعنى ان انا القانون موجود والقانون يحرم ويجرم عبور. معالي القانون موجود وموجود من سنة 59. طيب يحرم مرور الدواب والمركبات ماشي والعربات. انا سؤالي انت حضرتك كرئيس هيئة السكك الحديد عارف النقاط ال 4000 نقطة غير الشرعية التي هي بالفعل تمثل خطر وهي نقاط عبور غير شرعية انت عارفهم ومنسق عليها بالكامل مع مديريات يعني الامن؟ ايه منسق عليها؟ يعني ايه منسق عليها؟ يعني متبلغة لجميع المحافظات يا فندم وما بيعملوش حاجة يا فندم. احنا بنشيل المزلقان النهارده بنحط عليه قطاير اسمها حاجه يعني بنقفله بحرف يو حديد بيجي الاهالي يشيلوه بالجرار او يتقبض بقى على هنا بقى. يبقى هنا دي مسؤوليه بقى المحافظه والشرطه ان هم يقبضوا على هذا الشخص يدخل السجن لان هو حيودي بحياه البشر. نتعاون يا فندم، نتعاون مع الداخليه، نتعاون مع الداخليه نبلغ عن اي حاجه يا فندم، واحنا في توثيق تام مع شرطه النقل والمواصلات. ال 4000 نقطه دول ممكن انا مش هدخل على الداخليه اكتر. حلو قوي. ممكن ال 4000 خليكي مع حضرتك، احنا بنتعامل مع الداخليه في 425 بلاغ يوميا. طيب. انا لما بلاقي شنطه سودة على الخطوط تمام. بوقف حركه القطارات لان لا انا هتمنى من حضرتك طلب بس ان ال 4000 نقطه دول بيتعمل بيهم تقرير كده واحد يذهب واحد للداخليه واحد لمجلس الوزراء واحد للواء عادل لبيب علشان يتوزع على المحافظات واحنا بقى هنتابع. النهارده سيادتك اجتمعنا مع رئيس الوزراء في حضور وزير النقل ووزير الحكم المحلي ووزير الداخليه ومساعد سياده وزير الداخليه لشرطه الامن والمواصلات وقياده السكه الحديد واتفق على بدء ازاله فورا. بيت الازاله انا عايز اقول لك ان انا النهارده محقق اكثر من 17 ازاله في 3-4 محافظات. هذه احنا مقسمين السكه الحديد الى 75 منطقه هندسيه، كل منطقه هندسيه بتقع في مجالات في 24 محافظه. طيب. كل المحافظات عندها بيان بهذه المزدحات. طيب.
منهم من يتم ازالته وبعد ساعة وبعد ساعتين بيرجع تاني. المواطن اللي بيعمل ده لازم يروح السجن. نتعاون انا وحضرتك وجميع وسائل الاعلام. انا بتعاون اكتر من كده مش لاقي اتعاون يا حضرتك. احنا بنحاول نقول للناس الكلام ده معاك. والله انا ببلغ صوتي من خلال حضرتك وانا عارف البرنامج المحصرة بست حضرتك اعلامية مهنية وذات مهنية عالية هتقدر تبلغي صوتي وتبلغي صوت الاستغاثات اللي بتبعها. يا جماعة حرام حرام نستعمل نستهين بالدماء التي تغير على خطوط السكك. طيب. الحديدية انا يوميا عندي بلاغات بافراد بتعدي من فوق السكة والقانون يجرم هذا يجرم بايه يا فندم؟ ممكن اسأل القانون هنا بيجرم ازاي؟ شدد على ان احنا نشدد هذا القانون. قول لي القانون بيجرم بايه؟ بيدخل السجن يعني ولا بيجرم غرامه ولا ايه؟ والله هو القانون لغايه دلوقتي غرامه او حبس، لكن احنا عايزين نخليه الحبس وجوبي زي السير في عكس الاتجاه. مرور العبور للافراد من على شريط السكه الحديث جريمته يجرم عليها القانون. احنا عايزين نشدد. ارجو بس ان حضرتك يكون الحبس وجوبي. انت في السكه الحديد بس يا فندم تدوا تقرير بال 4000 نقطه دول عشان يبقى في اولا تتشال النقط دي، يعني حضرتك بقى بكل الناس المهندسين العظام اللي عندك يشيلوا هذه ال 4000 نقطه خلال الايام القادمه ويبقى واضح لدى الداخليه والمحافظات انه وكل محافظ يبقى ملتزم بشغله. يعني تيجي لمحافظ دمياط تقول له اهي النقط قدامك، تيجي المحافظ كل محافظ يلتزم بده وهو يشتغل، امال هيعملوا ايه؟ كل هذه النقاط تم التنسيق فيها مع معالي وزير الداخليه ومع وزير النقل ومع معالي وزير الحكم المحلي، وتم ابلاغ جميع المحافظات ببدء الحمله فورا لازاله هذه البتاع. شكرا. المنافذ غير شرعيه. شكرا يا فندم احمد حامد، مهندس احمد حامد رئيس هيئه السكك الحديد. الناس بقى المواطنين السواق واللي بيعمل العبور غير الشرعي، لو عملنا قوانين الدنيا وانت كسائق وانت كمواطن وبتعمل العبور غير الشرعي ده ما قدرتش ان انت تلتزم بالقانون، في يوم هتعدي لانك مش عايز تروح لاخر المكان المزلقان، وفي يوم تاني هتعدي برضو، وفي يوم هتموت. يعني لازم مرة لازم نفهم ان احنا لازم نحترم القانون، لازم نفهم ان احنا نعدي من المكان السليم، لازم نفهم احنا كسلوك بني ادمين. ما هو احنا ممكن نعمل كل القوانين، هتعدي مرة وهتتمسك مرة وهتخش السجن مرة وهتموت مرة. يعني ذنبهم ايه العيال دول؟ انه يعني فأرجو انه يعني احنا كمواطنين كمان نساعد الناس، نساعد الدولة، ده جزء. الدولة بقى تشيل المزلقانات غير الشرعية وتفعل القانون اللي موجود ميت عندنا ده، ان لما انا دلوقتي انا عندي واحد اتعدم في قضيه ارهاب هنا هيبقى عندي تاثير، لكن ان انا لو عندي واحد بس اتسجن في قضيه مزلقانات هيبقى في تاثير، هيتعرف على طول انه اللي بيعدي من مكان غير شرعي هيخش السجن، مش هيدفع 20 جنيه غرامه. الحياه ما بتمشيش غير بكده، غير بتطبيق القانون وباحترام القانون. مواطن يحترم القانون ودولة تطبق القانون. بدون مواطن وبدون دولة احنا في غابة. ايضا بالنسبة لاتفاق سد النهضة، وكنا موضوع سد النهضة ده تقريبا نسيناه من كتر ما طول معانا زيادة عن اللزوم. خلونا نتعرف على الاتفاق الثلاثي الذي اعلن عنه يعني مؤخرا و توصلت إليه مصر مع السودان وإثيوبيا. معي على الهاتف السيد وزير الري الدكتور حسام مغازي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أستاذ الأنيس، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. لو تشرح لي إيه بالظبط هذا الاتفاق اللي توصلتم إليه. هو طبعا يعني بنذكر السادة المشاهدين إن إحنا حاليا إن شاء الله الخبراء بتوعنا في الخرطوم، علشان بصدد في خلال اليومين اللي جايين يتم اختيار المكتب الاستشاري من ضمن 4 مكاتب متقدمة، فنتوقع إن شاء الله يمكن على يوم الاثنين بيعلن اسم المكتب الاستشاري اللي هيقوم بالدراسة، تستمر لعدة أشهر وبتعلن يمكن إن شاء الله قبل نهاية هذا العام بإذن الله. في نفس الوقت كان أيضا هناك اتفاق إن يكون هناك مسار سياسي، وهو ماذا بعد الدراسة لما تبدأ أو تنتهي، آلية تنفيذ قراراتها
وفي نفس الوقت مع الأخذ في الاعتبار شواغل مصر من ناحية ماذا بعد النتائج والاطمئنان لتطبيق نتائجها وتشغيل السد وإلى آخره من الشواغل. حقيقة يمكن كان هناك طبعا تحت رعاية وزراء الخارجية في الثلاث دول ووزراء الموارد المائية أيضا في الثلاث دول، اجتمعنا لمدة ثلاث أيام في الخرطوم وبهدف الإجابة على هذه الشواغل في شكل وثيقة يعني بتبقى بداية، هي بداية للتعاون عندما ينتهي المكتب من دراسة. طب يا فندم أنا سؤالي طبعا يعني أنا حاسة إن إحنا تأخرنا شوية مش كده ولا إيه؟ والله أقول لحضرتك إن حاجات هي العملية مش بالسهولة عشان الناس تعرف إن عملية يعني يختلف عليها ثلاثة دول، ليست مبنى ولا عقار، إحنا نتكلم في شيء يختلف عليه ثلاثة دول ذات سيادة كل واحد له الرأي، لكن نقدر نقول كانت هناك إرادة من الثلاثة الدول للوصول إلى شيء يحدد صيغة طيب أخرى للتعاون في هذا المسار. طب خليني أفهم بشكل أفضل، أولا هل المكتب الاستشاري اللي هيعلن عنه خيعلن عنه إيه خلال أيام مش كده؟ إن شاء الله في خلال اليومين اللي جايين. طيب يعني هل هذا المكتب يعني قراراته أو دراسته ملزمة ولا غير ملزمة؟ لا تم الاتفاق طبعا، يعني أنا مش هدخل في تفاصيل الاتفاق الأخير حتى يصدق عليه من رؤساء الدول أولا، بيبقى هذا الاتفاق يحترم من الثلاثة الدول بكل نتائجه إن شاء الله. وطبعا يعني هذه التفاصيل أجابت عليها هذه الوثيقة ولن نستطيع يعني الدخول في تفاصيل كثيرة عنها حتى انها عندما تعرض على رؤساء. طب ايه تفاصيل الاتفاق اللي توصلتم اليه؟ يعني ايه هنا الفايدة لمصر؟ ايه او اتفقتم على ايه بالظبط؟ يعني يمكن بحكي لحضرتك ان هذه الوثيقة تعرض اولا على سيادة الرئيس في ورؤساء الدول الاول عندما يقروها من ناحية ما تحتوي، يمكن الافصاح على كثير من التفاصيل، لكن في المرحلة الحالية ما زالت قيد المراجعة من رؤساء الدول الثلاث. طب يعني خلينا في الإطار العام بالنسبة لنا إحنا أهمية هذه الوثيقة إيه؟ حضرتك تكلمني على فكرة تشغيل السد، لكن إحنا ما اتفقناش أساسا على إنه قد إيه من المياه سيبقي السد، قد إيه هيحتجز من المياه يعني في عندنا خلافات أساسية حول هذا الأمر. طيب هبسط لحضرتك الإجابة، احنا قلنا في مسار فني المكتب الاستشاري هو اللي هيجاوب عليها وهذا مسار. هي ماذا بعد المكتب الاستشاري عندما ينتهي يبدأ الدور هذه الوثيقة اللي احنا بنشير حتى تضمن حقوق الثلاث دول في الاستفادة بمياه نهر النيل، فهي حقيقة الوثيقة مكملة للمسار الفني، وإذا هناك مسار فني ومسار سياسي. طيب. والاثنين يكملوا بعض في انسجام تام. يعني خليني أقول لك مشاعر مواطن بقى عادية، إحنا قلقانين والأحداث يا سيادة الوزير بتاخدنا، والإرهاب ومشاكل والاقتصاد بتاخدنا وبننسى سد النهضة. وبصراحة أنا كمواطن مصري قلقان، يعني قلقانة جدا إنه يكون الوقت بيعدي ويكون هناك يعني طبعا أمر واقع على الأرض بيتم تنفيذه. أيوة إحنا بنحترم حق إثيوبيا طبعا في توريد الكهرباء وحقها في إنها تعمل سدود زي ما يعني في حقوق لدولتها، لكن أنا عندي حقوق مائية. إحنا قلقانين من أن هذا الوقت وإطالة الوقت تضيع الحقوق المصرية في مياه النيل. يعني أقدر أقول لحضرتك يعني خبراء مصر الحمد لله وفي مجال ليست فقط وزارة الري المعنية بهذا الملف، ولكن أجهزة كثيرة من الدولة بتتابعه وبنطمئن نقول الملف في أيدي أمينة، الملف شاغلنا طبعا لكن لا تشغلنا مشاغل أخرى زي ما حضرتك قلت، لا نحن يعني هذا الموضوع، لكن بلا شك كل خطوة من دي بتاخد كثير من الوقت والتفاصيل الدقيقة لازم تذكر وكلمات ومحددة وقانونية. هل في محاولة تضييع وقت من الجانب الآخر؟ لا أنا هقول لحضرتك حاجة، هو إن شاء الله عندما يعني يتم التصديق على هذه الوثيقة إن شاء الله أعتقد يعني سيكون فيها كثيرا من الأجوبة والإطمئنان لمشاغلنا إن شاء الله. متى نتوقع توثيق هذه الوثيقة؟
حقيقة طبعا أنا قلت يمكن وزارة الخارجية مع حقيقة مؤسسة الرئاسة في الثلاث دول كل واحدة معنية في التصديق عليها، وستعلن بلا شك إن شاء الله قريبا حسب عندما تتاح التوقيتات من الثلاثة رؤساء للتوقيع عليها. بشكرك السيد وزير الرأي دكتور حسام مغازي، والحقيقة بشكرك أيضا حقيقة على حملة الإزالات اللي بتقوم بيها. أنا عارفة أن في حملة إزالات كبرى في مصر. هل وزير لسه معانا يا جماعة؟ أنا مع حضرتك. أنا مع حضرتك. أنا عايز أشكرك على حملة الإزالات، لو بسرعة تجمل لنا حملة الإزالات اللي بتقوم بيها. يمكن إحنا لحد النهاردة عملنا 1700 حالة من يوم 5 يناير. النهاردة أنا كنت في حملة إزالة في على سيرة المحمودية، 69 حالة إزالة كنت النهاردة موجود الصباح في محافظة الإسكندرية والبحيرة، والحمد لله يعني إيه الناس بدأت تحسس فعلا إن مش بس القاهرة، لا إحنا كل محافظات مصر إن شاء الله بيبقى هذه الحملة تصل. النهاردة عملنا يعني إجمالي الإزالات على النيل والترع والمصارف بلغت حوالي 5000 حالة إزالة، يعني بمعدل 100 حالة يوميا على مستوى مصر، وده رقم غير مسبوق. ونعمل إن شاء الله المزيد الفترة الجاية. وبتتأكدوا إنها ما بترجعش تاني؟ ده المهم، إنه بعد ما بتزيد. لا، أعتقد بعد الخسائر اللي بيشوفها المعتدي بيفكر 1000 مرة إن هو يفكر تاني، إن هو بعد ما الطريف اللي عملها إن أصبحت أشلاء أو الحطام بلا شك بيغير رأيه 1000 مرة. لسه قدامكم إزالات عديدة أخرى يا فندم في محافظات أخرى؟ طبعا احنا عدد التعديات حوالي 50,000 حالة تعدي. احنا بنتكلم في رقم يعني يمكن يعني ما زال المشوار طويلا. ان شاء الله عام 2015 نقدر نتغلب عليه. اذا عام 2015 عام الازالات، ازالة التعدي على مياه النيل. عام النيل ان شاء الله. عام النيل. بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى ان يكون عام النيل ويعني فعلا حتى بالنسبه لقضيه سد النهضه اللي ساعات بننساها في خضم الاحداث، لكن نتمنى تكون القياده السياسيه مع المكاتب الفنيه مع وزاره الري ووزاره كل الوزارات المعنيه تكون مهتميه بهذا الامر بشكل اخر. اذا نتوقع اتفاق ثلاثي بين الدول الثلاث خلال ايام، اتفاق سياسي، وهناك اتفاق فني اخر ستعلن فيه الشركه الاخيره، الشركه الاستشاريه التي ستحدد الجانب الفني أيضا خلال أيام قليلة. ده كان الدكتور حسام مغازي وزير الري، و2015 هو عام النيل وعام الإزالات. أي إزالة، أي تعدي على مياه النيل سيتم إزالته في 2015. قبل ما ننتقل لضيوفنا خلونا نشوف هذا التقرير عن توزيع اللمبات اللد الموفرة على المواطنين. زي ما قلنا لكم يعني هي حوالي الأربع لمبات حوالي بمية جنيه، اللمبة تقريبا ب 25 جنيه، هيتم تقسيطها على 20 شهر بإما المحصل بيذهب بيها البيوت أو هي موجودة في إدارات الكهرباء. خلونا نشوف هذا التقرير عن لمبات الليد، ثم نستقبل ضيوفنا من المجلس الاقتصادي الاستشاري المعاون للسيد الرئيس. فقط ب 25 جنيها وبالتقسيط على 20 شهرا بدون فوائد يمكنك الحصول على لمبة ليد شديدة التوفير من شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمبات من شأنها ترشيد الاستهلاك لتفادي انقطاع التيار الكهربي خلال الصيف المقبل. فبحد أقصى 4 لمبات ليد لكل مشترك. بدأت وزارة الكهرباء في توزيع 10 ملايين منها عبر فروع شركاتها المختلفة. اللمبات تمتاز برخص أسعارها وكفاءتها الكبيرة مقارنة باللمبات الأخرى، بالإضافة إلى أنها أقل استهلاكا للكهرباء. كل اللي احنا عايزينه من المواطن إيصال استهلاك حديث والرقم قومي بيملى استمارة ان هو عايز تقسيط. لو افترضنا ان المواطن اخد 4 لمبات في 25 جنيه يبقى 100 جنيه بتنزل له 5 جنيه على كل ايصال استهلاك لمدة 20 شهر. استهلاكها اقل من اللمبة المتوهجة القديمة خالص بحوالي 90% اقل، ضمانها 4 سنين. هذه المزايا دفعت السيدة نهاد محمد للتوجه إلى شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة لاستبدال 4 لمبات متوهجة ب4 آخرين ليد. دي قالوا أن نسبة ضمان لها 4 سنين، فطبعا أنا عايزة حاجة زي كده هتوفر لي أولا، وإنها كمان هم موفرين أن هي تتقسط، يعني مش شرط ان انا ادفع الفلوس على بعضها. وتتيح الشركات فرقا فنية لتسليم اللمبات الى المستهلكين الراغبين في شرائها بالمنازل والمحال، وتقوم ايضا بتركيبها. شايف بدايتها مميزة يعني عن التانية، وبتوفر في الكهرباء
وشايفها احسن من الثانيه. انت بتاخد لمبه 9 واط بتشتغل تقريبا 26 واط، فدي برضو ميزه. المهم تاخدها بالتقسيط لو انت عايز، بتاخدها كاش وسعرها كويس. وبالاعتماد على هذا العدد من اللمبات سيتم ترشيد 250 ميجا واط في وقت الذروه خلال الصيف المقبل، والتي ربما تكون حلا للحد من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. هشام الرباط، هنا العاصمه. المؤتمر الاقتصادي ذراع مصر. اتخذنا مجموعة إجراءات اقتصادية محفزة جدا جدا لكل المستثمرين المصريين والأجانب للعمل والاستثمار في مصر. احنا محتاجين استثماراتكم وبنرحب بكم في مصر. أيام قليلة وينطلق مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذي تستهدف مصر من خلاله وضعها على خريطة الاستثمار العالمي وجذب نحو 15 مليار دولار. وعلى هامش المؤتمر السنوي للمجموعة المالية هيرمس في دبي، أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنجاز عدة قوانين أهمها قانون الاستثمار الموحد. أهم التعديلات اللي تم إجراءها في قانون الاستثمار نمرة 1 هو الشباك الواحد، نمرة 2 بنحط آلية واضحة جدا لفض المنازعات داخل القانون، نمرة 3 بنضع آلية واضحة جدا لتخصيص الأراضي علشان احنا عارفين دي أحد هذه المشاكل الرئيسية في الاستثمار. وتوقع الاقتصاديون نجاح المؤتمر في ظل الإعداد الجيد للمشروعات التي سيتم طرحها في 10 قطاعات. في عدد من المشروعات اللي الحكومة بتروج إليها خلال الفترة المؤتمر، مشروعات جيدة ومشروعات بتحاول إنها تساعد على حل بعض المشاكل الموجودة في مصر زي مشكلة الطاقة اللي الحكومة كلها بما فيها سيادة الرئيس نفسه أشار إليها في خطابه الأخير. كل الحاجات دي خطوات جيدة بالنسبة للمؤتمر الفترة الجاية. إلا أن هناك العديد من التحديات التي تمثل مصدر قلق للمستثمرين، ومنها عدم استقرار سعر الصرف وعدم توفر السيولة الدولارية. لا أعتقد أن يوجد بلد في المنطقة العربية توفر ما توفره مصر من حجم الاحتياج للاستثمار والفرص الموجودة. المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ سيكون نقطة بداية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وتحقيق طموحات شعبها في سبيل حياة كريمة. طارق أحمد، هنا العاصمة. إذن باقي من الزمن 6 أيام ويكون عندنا المؤتمر الاقتصادي، المؤتمر التنمية الاقتصاد المصري. الرئيس أعلن منذ أيام قليلة عن أعضاء المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية. النهاردة معنا 2 من الضيوف من هذا المجلس. أنا سعيدة أولا أن ترأس هذا المجلس سيدة وأن أعضاؤه معظمهم من النساء، لأنه الحقيقة في الشق الاقتصادي أنا أظن أيضا النساء لهم باع كبير جدا في قضايا التنمية الاقتصادية، قضايا التمويل، قضايا يعني كثير من القضايا اللي علاقة بالاقتصاد. نساء أيضا لهم باع كبير، وده جزء من تمكين المرأة اللي أنا دايما بدعمه. اسمحوا لنا نستقبل ضيوفنا ونسمع هو المجلس ده بيعمل إيه. هل المجلس ده هيعمل مجرد دراسات ويبعت دراسات فقط، أم أنه مجلس فاعل بالفعل هيكون له رؤية وهيكون له وجهة نظر وهيكون له يعني قدر من مش عايز أقول التدخل، ولكن قدر من العطاء والإنجاز في هذا الأمر. اسمحوا لنا أن أرحب بضيوفنا، دكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ودكتورة ياسمين عبد الرازق عضو المجلس أيضا للتنمية الاقتصادية. دكتورة أهلا بيكي. أهلا بيكي يا دكتورة. أهلا. دكتورة عبلة، الأول عرفيني مين هو المجلس، مين أعضاؤه، وإيه المانديت بتاعه؟ طيب المجلس فيه 7 أعضاء، واحد فيهم الدكتورة ياسمين، واحد فيهم الدكتور خالد عز الدين، في الدكتورة سحر نصر، في الدكتورة علا الخواجة، في الدكتور محسن عادل، وفي مدام دينا حبيب. مين دول بقى؟ يعني ناس كتيرة ما تعرفهمش، التخصصات مختلفة. دكتور خالد عز الدين خبير في ريادة الأعمال،
دكتورة سحر نصر هي في البنك الدولي وخبيرة في موضوع التمويل، الدكتورة ياسمين خبيرة في مجال التمويل، دكتور محسن محلل مالي وخبير في البورصة، دكتورة علا الخواجة اقتصادية، ودينا شريف خبيرة في السوشيال ريسبونسبيليتي المسؤولية الاجتماعية والثروة البشرية. البعض انتقد ان انتوا ما عندكوش حد مثلا له علاقة بسياسات الفقر، له علاقة بالسياسات التنموية مثلا، له علاقة بهذه الامور. اولا انا اقتصادية وتخصصي التنمية الاقتصادية وجواها داخل جواها الكلام ده، لكن الاهم من كل ده ان احنا عدد صغير ومقصود ان احنا نكون عدد صغير. وده سؤال تاني. طبعا عدد صغير مقصود عشان نقدر نتحرك بديناميكية وسرعة، لكن ده لا يمنع ان احنا هنستعين بكل الخبرات في المجال اللي احنا بنتكلم عليه. يعني لو بنتكلم القضية خاصة بالفقر هنستخدم وهيكون معانا كل من له خبرة في ذلك، مش شرط ان كل واحد لازم تكون كل الخبرات ممثلة في المجلس، المهم ان المجلس يكون فيه تنوع كفاية وان هو يستعين بالخبرات المختلفة عشان خاطر يقدر يتعامل مع القضايا المختلفة. دكتورة ياسمين، ايه الهدف، يعني ايه المانديت بتاع هذا المجلس؟ انا اتصور ان هو ده انتقال بس من فكرة ان يكون الرئيس عنده مستشار الاوحد اللي احنا خدنا عليه الفترة اللي فاتت، فان بدل ما يكون في شخص واحد مهما كان عنده من الخبرة فهو بيجي بفكرة واحد بس، لكن يكون في مجلس فيه اعضاء مختلفين بفكر مختلف بفئة سنية مختلفة بخلفيات علمية مختلفة، بالتالي الرأي او الاستشارات اللي ممكن يقدموها او طبيعة الدراسات اللي ممكن تتعمل والتعاون اللي ممكن يحصل بالتالي يكون افضل ويبقى النتائج بتاعته احسن من فكر واحد يكون موجود. فالمجلس تخصصات موجودة طبعا في القرار اللي اتحط في وقت انشائه، واحنا فكرنا كمجموعة في لقاءات قبل لقائنا مع السيد الرئيس ايه هي المبادئ العامة اللي احنا هنشتغل عليها، وحطينا مجموعة مبادئ منها تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية الاثنين، لان حضرتك طبعا تعرفي الفترة اللي فاتت احنا بلغنا وصلنا لمعدلات كبيرة من النمو ده قبل الثورة في 2011، ومع ذلك ناس كتير ما كانتش حاسة بالنمو وما كانتش حاسة بالتنمية الاقتصادية اللي كانت حاصلة. فالهدف ان مبقاش بس في معدلات عالية من النمو لكن بس كمان يكون في عدالة اجتماعية. في نفس الوقت احنا فكرنا ان احنا نبني على اللي موجود بالفعل، احنا مش هنعيد اختراع العجلة، في مؤسسات وفي هيئات وفي مبادرات شغالة تحتاج يمكن للتنسيق، ودي نقطة يمكن غايبة عن كتير من اجهزتنا، واظن ان احنا دورنا هيكون اساسي في قصة التنسيق بين الهيئات وبين الوزارات وكل الجهات المعنية فيما يخص قضايا التنمية. خليني بس أوضح أن حضرتك نائب رئيس وحدة الدين العام في مكتب وزير المالية في وزارة المالية. أيوة. وبالتالي تخصصك في إيه بالضبط؟ في الدين العام. في أنا تخصصي أكتر في الدين الخارجي فيما يخص إصدارات السندات والقروض الخارجية والقروض اللي بناخدها من مؤسسات التمويل الدولية، ده الجزء اللي أنا ماسكاه في الوزارة. وأنت عندك سندات دولارية هتطرح قريب، فيعني فأكيد مشغولة جدا في هذا في هذا الأمر. دكتورة عبلة، في قلق انه هذا المجلس بصراحه يكون مجلس يقدم فقط مجموعه من الدراسات، يعني وما اكثر الدراسات لدينا، لدينا اقتصاديين بارعين جدا بيقدموا دراسات وتتحط في الدرج والموضوع انتهى، هل انت حاسه ان دوركم بس هو انكم تقدموا مجموعه من الدراسات؟ خليني اضيف للكلام اللي قالته ياسمين ان احنا الهدف من هذا المجلس ان هو يبقى هو العقل اللي بيفكر باسلوب استراتيجي في المشاكل الخاصه بالتنميه والمعوقات الخاصه بالتنميه. اكيد مش هيعمل دراسات، هو هيعمل برامج لمعالجه مشاكل بعينها، والبرامج دي هيعملها وهيفكر فيها بالتعاون مع كل الخبرات وبالتعاون مع الحكومة نفسها. يعني عارف ان حضرتك كان عندك ميعاد مع رئيس وزراء مثلا قريبا. ده كان يعني خاص بموضوع اخر بس يعني في نفس الاطار، لكن اقصد اقول الفكرة ايه، الفكرة ان احنا هنحط برامج للتعامل مع مشكلة معينة. هذه البرامج هيتم تنفيذها من خلال الحكومة لكن باشراف ومتابعة هذا المجلس. اديني مثال لهذه البرامج. شوفي احنا يعني هنتكلم مثلا نفردي ان احنا بنتكلم على حاجات خاصة بالقطاع الغير رسمي. خلينا نقول بس حاجة ان احنا عايزين نركز على حاجتين، قررنا ان احنا نركز على حاجتين وعرضناها على السيد الرئيس وافق على هذا الفكر. واحدة فيهم ان احنا نتكلم على محركات التنمية، بمعنى انه لو في مجموعة من المعوقات احنا هنركز على اكثر معوقات محورية ونحاول نلاقي لها حلول. يعني مثلا لو بتكلمي على مشكلة خاصة مثلا بالقطاع الغير رسمي، احنا عمين نتكلم طول الوقت
على ان احنا لازم نضم القطاع طيب. الرسمي القطاع الرسمي طيب. فكرنا فكر جباية ان انا عايز اضمه عشان خاطر اجيب من فوق فلوس وهو القصه مش كده خالص. القصه ان انا عايزه منتج جيد، عايزه عماله بتشتغل في ظروف، عايزه افتح له قطاع افضل، عايزه افتح له كل شيء. فكيفيه ايه هي الاليه المناسبه عشان خاطر اقدر فعلا اتعامل مع القطاع الغير رسمي، اجذبه بطريقه سليمه مش بس من خلال الضرائب، ده دور احنا عايزين نعمله. يبقى انا في مشكله القطاع الغير رسمي انا ببص على نقطه محدده. لو انا بتكلم مثلا على العجز الموجود في الميزانيه بتاعه الحكومه، العجز المستمر بتاع الموازنه، التعامل هو كله طب عايزين نقلل الانفاق، طب احنا عايزين نغير شكل الموازنه بالكامل، لازم البرامج الموجوده فيها ترتبط بالاداء، لازم يكون فيها توزيع الموارد من الاول يرتبط بالاقاليم ويرتبط بخريطه الفقر. فالفكر هو ان انا اغير شكل الموازنه نفسها، مش قصه ان انا ببص بالطريقه التقليديه بتاعه تقليل من الانفاق. هل هتقبل الحكومه منكم هذه المشوره؟ هي هتقبل لسبب، اولا المشوره مش هتكون بعيد عنها. يعني احنا واحنا بنفكر واحنا بنشتغل هنشركهم معانا، والهدف هدف اصلاحي بحت وليس هدف ان حد بيضغط على ده. فاحنا الجميع شركاء في الموضوع. فلما بيشتركوا معاكي في الفكر وبعدين يجوا يقوموا بالتنفيذ ونكون احنا معاهم في التنفيذ وفي متابعته، مش هيكون ان شاء الله باذن الله في مشكله. طب انا عارفه ان عندكم مثلا مبدئيا مجموعه من البرامج، يعني مثلا عندك برنامج انطلق. ايه هو برنامج انطلق؟ اولا انطلق مش برنامج، انطلق جاي تحت عنوان مجموعه المشروعات اللي لها عائد اقتصادي واجتماعي سريع وعايزين ننفذها بسرعه. يعني قلت حضرتك في شقين، واحد فيهم ان انا بمسك عوائق التنميه المزمنه وبحط لها حلول غير تقليديه خارج الصندوق وبعمل لها برامج وآليات علشان خاطر يتم تغيير المنظومة نفسها، هذا جزء. في الجزء الثاني بقى اللي هو بتاع المشروعات نفسها، فانطلق جاية تحت هذه المشروعات. مشروع انطلق مشروع فكرته طالعة من وزارة الصناعة ومشترك فيها الصندوق الاجتماعي ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي، وفكرته تبني فكر الشباب اللي هم حاليا ما حدش يقدر يتبنى فكرهم، يعني اللي عنده فكرة بيروح يعني بيلاقيلهاش مكان، ما بيلاقيش مكان. فهي الفكرة ان انا هتبنى فكرته دي وهطورها ووفر له التمويل وخليه يوصل لحد مرحلة ان هو يطلع مشروع بطريقة مختلفة تماما عن الاسلوب السائد اللي انا بتبناه من الاول خالص. بقدم له الخدمات، بخلق له جو من لريادة الاعمال غائب حاليا في مصر، وده مشروع يعني خطوطه العريضة موجودة وفي مراحله النهائية وعرض خطوطه العريضة على السيد الرئيس وهيتم تبنيها ان شاء الله قريب جدا. دكتورة ياسمين، ايضا من ضمن المشروعات، يبقى اذا احنا عندنا شقين في عمل هذه عمل هذا المجلس. شق يعمل على الجزء الاستراتيجي اللي هو التفكير بشكل أوسع لاتجاهات الدولة للمشاكل بعينها، للعوائق نتلاقي لها آليات حقيقية بالظبط. والشق الثاني له علاقه بالمشروعات، عشان بس لا يختزل بالزبط. الكلام ان هو مشروعات فقط. طيب إطلاق. فلو كنا في موضوع المشروعات، اعتقد عندك مشروع اخر هو عملك جنب بيتك، وظيفتك جنب بيتك. ده من ضمن المبادرات برضو اللي تعرضت على السيد الرئيس في الاجتماع. ودي ببساطه ان احنا نروح للمناطق اللي فيها كثافه سكانيه عاليه، نبتدي ان احنا نعمل فيها مصانع غير ضاره بالبيئه، تحديدا صناعه الملابس الجاهزه، علشان نوفر على ناس ان فرص عمل قريبة من مكان بيتها. لأن دي ساعات بتعمل مشكلة بالنسبة لمثلا بعض الأسر ما بتحبش تبعت إناث بعيدا عن مكان بيتها، فده توفر لها وتخلي الأماكن دي المصانع دي قادرة على إنتاج نقدر نصدره، فده يبقى برضو بيطلع منتج حقيقي تقدر الدولة أنها تستفيد منه. من ضمن برضو الموضوعات اللي كنا بنتكلم عليها كانت إعادة تدوير القمامة، وده متهيألي مشروع يمس حياة كل حد فيه. ده مشروع مهم جدا، ده أحد أحلامك. أحد أحلامي في الحياة. هو الميزة في المشروع ده يمكن إن هو ده مشروع فعلا له عائد اقتصادي واضح. يعني هو مش بس بيحسن البيئة، لا بيحسن حياة المواطنين، أمن كمان في الوقت الحالي. تاني حاجة إنه بيحصل منه توليد للطاقة، وبالتالي فهو له عائد نقدر نشوفه ونقدر نموله، لأن أي مشروع له عائد واضح يسهل تمويله جدا. طب وهتعملوا ايه في مشروع القمامة ده؟ يعني ايه لا هنطلع له بفكر جديد وهيشترك الشباب في وضع
الفكره اللي بتتعمل. عدد من المستثمرين مستعدين يدخلوا في هذا المشروع. ايوه بس هي مشكله المشروع ده ان دايما بيتم التعامل معاه بشكل جزئي. بيتم التعامل معاه وانت ما بتفكريش مثلا مدينه الزبالين اللي هي موجوده حاليا ولا في حجم المشكله ولا في التعاقدات اللي احنا عاملينها مع شركات اجنبيه. فحل الموضوع والتعامل معاه لازم ياخد كل هذه الابعاد في الاعتبار. وهو ده اللي احنا يعني احنا بنفكر على حلول حقيقيه مش مجرد تعامل سطحي مع مشكله. وبنبني على اللي موجود. يعني فيش حاجه هتتعمل, فيش حاجه من الدراسات اللي هي هنطلعها ونبني عليها. بتشاركوا مين يعني في النهايه؟ ما هو هذا لازم يتم عمله بالحكومه بواسطه طبعاً الجهاز التنفيذي في الدوله. الشركاء هم كل واحد حسب نوع الموضوع. يعني لو انا بتكلم على مثلا القطاع بتاع القمامه يبقى انا هتعامل مع المحليات وهتعامل مع وزاره البيئه. لازم اتعامل مع دول الشركاء. بس انتوا سته. انتوا سبعة. أيوة. لا معلش, ما هو أولا السبعة دول في تخصصاتهم مختلفة, وبالتالي هيبقى في بعض مهام, ودي من الحاجات اللي احنا يعني هتتنظم ان شاء الله في خلال ايام, ان هتبقى في مهام مسؤول منها حد معين. الشخص ده هو الكوردينيتور, هو اليونت, هو الوحدة اللي في النص, وحيتم عمل فريق من ممثلين من الشركاء. يعني مش انتوا بس. لا طبعا انتوا معاكوا تيمز هتبقى معنا. معنا تيمز متنوعة ومتغيرة. هي المقصود بيها ان هي يبقى مجلس صغير عشان يتحرك بسهولة ويبقى دايناميك. بتحددوا اولوياتكم بناء على ايه؟ احنا حطينا اطار لبرنامج كامل, لان احنا قعدنا نتشاور فتره مش قليله قبل اللقاء اللي مع السيد الرئيس, وحطينا الاولويات. احنا في مثلا يعني احنا قلنا المحركات بتاعه التنميه الاقتصاديه, وقلنا كمان اللي هو الاصلاح الاداري والمؤسسي اللي هو اكبر معوق اقتصادي. فده محطوط واخد برايورتي عاليه جدا. تحتيه في حكايه مثلا قواعد البيانات. احنا عندنا قواعد بيانات كثيره جدا متنوعه, لكن ما فيش ولا حاجه مربوطه ببعضها وغير محدثه. وبعدين احنا دايما بنقول قواعد البيانات بنفكر في الرقم القومي, ما بنفكرش مثلا ان احنا ما عندناش خريطه المياه الجوفيه, ما عندناش اماكن التخزينيه عامله ازاي. ففي غياب المعلومات ما تقدريش تحطي سياسات سليمه, ما تقدريش تتنبئي بمشكله قبل وقوعها. فاحد الحاجات الاساسيه اللي هتاخد مننا اهتمام ان احنا نضع الاليه بتاعه تجميع هذه قواعد البيانات. ما تقدريش توجهي الدعم بطريقه سليمه لو ما عندكيش قواعد بيانات, ما تقدريش تعظمي الاستفاده منه. فاحنا كل نقطه من النقاط اللي اتحطت في البرنامج اللي عرضت على السيد الرئيس مكتوبه بالظبط كده. ده البعد, ده احنا ليه مختارينه, ايه نوع التدخل اللي هنعمله, عايزين نوصل لايه, ومين شركائنا في هذا. فاحنا بنتكلم على علاقه الحكومه بالقطاع الخاص, بنتكلم على القطاع الغير رسمي, بنتكلم على التمويل, بنتكلم على التصدير, بنتكلم على التجاره الداخليه اللي ما حدش بيبص لها قوي مع ان هي مسؤوله عن جزء كبير جدا من التضخم. وهي دي اساس خلق المنافسه علشان اقدر ان انا انزل الاسعار. بالظبط. ولا والتضخم جزء كبير منه, هي بس محتاجه كنترول على الـ على الـ على الاسواق. فاحنا كل والقطاع الغير رسمي, كل واحد من دول في اكثر من بعد. في الاصلاح الاداري المؤسسي زي ما قلت حضرتك, قاعده البيانات, التنسيق ما بين اجهزه الحكومه, الصف الثاني في الوزارات. انتوا سبعه. ايوه احنا سبعه. ايوه ده ما انا مش مصدقه ان كل ده هيقوم بيه سبعه. لا ده هيقوم بيه سبعه باهداف محدده بتوقيتات محدده, وهتسمعي النتائج. اتمنى ذلك. دكتوره ياسمين, ايضا من الاشياء المهتمين بيها الالف مصنع اللي في التجمع الثالث اللي اعتقد مغلقين او يعني محتاجين دفع. هي مشكله الالف مصنع دول جاهزين وبس مقفولين زي ما حضرتك بتقولي. فعلا او لا هم مش مقفولين, بس محتاجين بعض التدخل ان يبتدوا يشتغلوا وينتجوا للتصدير قريب قوي. مجرد موافقات وحاجات بسيطه لانهاء العمل بتاع المصانع دي. ودي جزء من الحاجات اللي عرضت واللي هنتمناها, ان لو في اي عقبات نقدر نزللها احنا هنعمل ده بتاعهم برضو مع الاجهزه المسؤوله عن الموافقات اللي تحتاجها هذه المصانع لبدء التشغيل او بدء الانتاج للتصدير. خلينا نضيف لكلام ياسمين حاجه في الحته دي. يعني هي المشكله في الالف مصنع مش ان هم مقفولين, يعني في ممكن يكون جزء صغير بهذا الشكل. هي الفكره ان هي الخدمات البنيه التحتيه في جزء منها غير مكتمل, وفي مصانع شغاله وبتصدر بالفعل, وفي مصانع في مراحل الاخيره. التجمع الثالث ده اللي فين يا دكتوره؟ قريب من شارع 90. يعني قريب جدا من شارع 90. بس الفكره ان هو يعني بمعالجه مشاكل بسيطه جدا هيوصل لمرحله انتاج كامل, ان هو ممكن في خلال اشهر يوصل لمرحله انتاج وتصدير كمان. طب خلينا اقولكم ليه, بما ان احنا قاعدين مع مجلس اقتصادي للمؤتمر الاقتصادي اللي اكيد انتوا هتكونوا موجودين فيه, يعني بشكل او باخر هتساهموا فيه, يعني سواء كهذا المجلس او كاقتصاديين,
إيه اللي تتوقعيه من هذا المؤتمر يا دكتورة أو تتمني أن يخرج من هذا المؤتمر؟ أنا أتمنى إن هو يخرج إن إحنا نبص له كنقطة انطلاق أكتر ما نبص له إن هو نهاية كل مشاكلنا والحلول لكل حاجة. يعني هي نقطة بداية إن إحنا نبتدي نقول إن في ظل الظروف الصعبة وفي ظل كل التحديات على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، إلى إن إحنا بنخاطب المستثمرين، بنزل العقبات قدامهم، بإن إحنا بنعمل قوانين جديدة زي قانون الاستثمار، بإن إحنا نعمل بنية تحتية تانية، بإن إحنا نوضح نخلي مبدأ شفاف، مبدأ موجود، مبدأ فض المنازعات موجود، كل دي حاجات تهم المستثمرين. ففي مجموعة مشروعات صحيح هتعرض في المؤتمر، إذا تم الاتفاق على البعض منها ده يكون شيء كويس جدا، بس في نفس الوقت هي خلينا نقول بداية للتواصل مع المستثمرين بحيث أنه يفتح الباب قدام. تأثير نجاحه على طرح السندات اللي احنا هنطرحها، سندات الدولارية، أظن احنا هنطرح قبل المؤتمر؟ لا احنا هنطرح بعد المؤتمر. احنا هنطرح يعني احنا دلوقتي في مرحلة الإعداد لأن احنا نجيب البنوك الاستثمارية اللي هتدير الطرح والمستشارين القانونيين الدوليين والمحليين لإدارة الطرح. ده موضوع ياخد له في الحدود شهرين مثلا. فاحنا هنطرح بعد المؤتمر. نجاح المؤتمر الاقتصادي يدعمنا جدا في السندات، لانه بيوري المستثمر الاجنبي ان احنا ماشيين على خطه اصلاح، ماشيين على برنامج، قاعدين بنوصل بخطوات ثابته فيه، فيأثر ان احنا نقدر يجيلنا استثمارات كتير، يعني ناس كتير تكتتب في السندات، وبرضه يأثر على التسعير، لأن كل ما كان المستثمر عنده رغبة وكل ما كان الهامش بيبقى أقل في الحالات اللي زي دي، فطبعا نجاحه يأثر إيجابيا جدا على طرح السندات. دكتورة، إيه اللي بتنتظريه من هذا المؤتمر؟ خليني بس أكد على نقطة إن المؤتمر ده هو نقطة بداية، لأن في مشكلة برضو أعتقد في الشارع إن المواطن متخيل إنه هو تاني يوم الدنيا بقى السماء هتمطر ذهب وفضة، وده مش هيحصل. المطلوب من المؤتمر ده إنه يرجع مصر على خريطة العالم الاستثمارية، وأنا بوصل صورة أنا جاهزة، أنا بلد مفتوح للاستثمار. اللي مطلوب إن إحنا نعرض فيه مش كل الإصلاحات الاقتصادية اللي إحنا ما عملناهاش كلها، نعرض اللي إحنا عملناه ونعرض خريطة للي احنا بنكمله ونطرح فرص الاستثمارية. ده اللي مطلوب، ده اللي مطلوب ان احنا نظهره للمستثمر. مطلوب برضو ان احنا نوصل رسالة للمستثمر المصري ان انا مش هدفي بس المستثمر الاجنبي، لان انا لو المستثمر المصري ما استثمرش في بلده المستثمر الاجنبي مش هيجي بمنتهى البساطة. فهي مهم جدا جدا ان احنا نوصل هذه الرسالة اكتر من مجرد ان انا امضي مشروعات وان انا انجح فيها. ده الهدف الاصلي. القوانين جزء من المنظومة اللي كانت بتعرق الاستثمارات في مصر. طبعا. هل في قوانين تانية معرقلة محتاجة تتشال؟ يعني خلينا نقول ان في البيئة الاستثمارية الجهد اللي اتعمل في قانون الاستثمار جهد جيد جدا، يعني هو اتعمل له مثلا بتاع 14 مسودة، وده حاجة صحية على فكرة، لان احنا يعني على سبيل التغيير يعني القوانين ما بتتعملش في أوضة مغلقة، القوانين بتتعمل بالتشاور مع اتحاد الصناعات وخلافه وكل الاتحادات المختلفة، واختلفوا واتفقوا وحصلوا حاجات كتير، فده ايجابي. لكن بيئة الاستثمار محتاجة اكتر من كده. عندك مثلا قانون الافلاس، قانون الافلاس طبعا. قانون التخرج لسه ما اتعملش، ده مهم جدا، لان ما ينفعش ان انا ادخل باستثمار وابقى غير قادر لان انا اخرج بيه. فده من الحاجات اللي احنا حتى مقترحين ان هي لابد من استكمالها. لازم يكون عندنا خريطة استثمارية واضحة المعالم. هنا دي مهمة جدا، خريطة استثمارية، لازم انا كدولة اقول اولوياتي فين، يعني ودي حوافز حتى للي هيستثمر في الصعيد بشكل اكتر. بالظبط. ولازم يكون في تقارير دورية عن فرص الاستثمار. يعني احنا كنا زمان ما بيجي حد يستثمر يقول لك استثمر في ايه، بص لاقي محطوط لكل المجالات اللي احنا بننتج فيها. هي القصة مش كده، انا بركز على المجالات اللي اقدر ادعم بيها سلاسل القيمة وخلي يحصل يعني تدخل أكتر في سلاسل القيمة العالمية. يعني لازم يكون في توجه، لازم يكون في فكر، فده لسه يعني مش مكتمل. لكن هل انتوا هتقودوا بقى الفكره دي؟ يعني لما يكون انه هنا بقى فكره الرؤيه ان انا اخد بالي من منطقه الصعيد، ادي والحقيقه اعتقد قانون شال الحوافز الضريبيه ووضع حوافز غير ضريبيه للاماكن، ودي مهمه جدا. ودي مهمه. احنا هنتبنى هذا الفكر مش بس عشان الصعيد، هنتبنى الفكر بتاع اولا الاقاليم الاقتصاديه اللي هو لسه مش موجود حاليا بالنسبه للخريطه. هنتبنى فكر ان الموازنه نفسها من الاول خالص تاخد في الاعتبار العداله الاقليميه اللي هي حاليا موجود، ومفروض ان الاستثمار والخريطه الاستثماريه واسلوب عمل الموازنه كله يكون موجه ومركز على خريطه الفقر، بحيث ان هو ان انا اما اعمل ده توجه مختلف. النموذج اللي بيتبنى النموذج الاقتصادي
اللي هو بيتبنى الانكلوسيف جروث اللي هو النمو اللي داخل اللي هو اللي معاه العداله الاجتماعيه كمان في نفس الوقت بياخد في الاعتبار كل الاقاليم وفكره مختلف وبيوجه الاستثمار بطريقه مختلفه وبيقدم الحوافز بطريقه مختلفه. فده فكر مختلف تماما عن اللي كان موجود في الفتره اللي قبل السابقه. دكتوره هل انتوا هتبصوا هتدوا مقترحات لمجموعه من القوانين؟ يعني مثلا دكتوره عبله كانت بتتكلم على قانون الافلاس وقوانين اخرى, مثلا في قانون العمل وده برضو قانون مقيد وعنده بيعمل مشاكل, هل انتوا مثلا هيكون لكم ملاحظات على مشاريع قوانين قبل ان تصدر؟ اتخيل ان لو في اي حاجه هتكون تحتاج الى اصلاح تشريعي ده هنقدمه, وقبل ما يتعرض هيكون له رؤيه كامله اي موضوع بحلوله بالحلول التشريعيه ليه. ولذلك هيتم الاستعانه زي ما دكتوره عبله قالت قبل كده بالناس المتخصصين في ده, في حين ان احنا بندرس موضوع له علاقه بالقوانين. فلو احنا بنبص على موضوع له علاقه بقانون العمل فنجيب متخصصين في قانون العمل وفي القانون بصفه عامه ان يساعدونا نعمل الاصلاحات التشريعيه المطلوبه ان احنا نقدر نوصل للحلول اللي احنا عايزينها. بما انك متخصصه في التمويل, هل هتفكري بشكل يعني خارج الصندوق شويه في وسائل تمويل طبعًا جديده؟ طبعا ده حاجه من الحاجات اللي احنا حطيناها من ضمن الاقتراحات واللي عرضناها, ان احنا نبتدي نفكر في اليات للتمويل مختلفه, منتجات جديده في الأسواق, حاجة زي سندات المشروعات تعمل تنوع في الأدوات اللي موجودة تخفض تكلفة التمويل إذا أمكن, تدي فرصة إن الشركات دي تقدر الشركات أو الحكومة تقدر إنها تمول مشروعات بشكل أسهل بعيدا عن الموازنة إذا جاز التعبير في القصة. أنا عايزة أضيف نقطة بس صغيرة في الحتة بتاعت القوانين, مش بس هندي مقترحات على القوانين. أنت حضرتك بتكلمي على قانون العمل, المشكلة إن قانون العمل لوحده ما ينفعش تبصيله لوحده, لازم تحطي معاه التأمينات, لازم تحطي معاه كل القوانين الأخرى. الفكر المتكامل ده من ضمن الفكر الاستراتيجي اللي احنا متبنينه, لأنه أحد المشاكل بتاعت الحد الأدنى مثلا للأجور اللي مخليها الحد دلوقتي مش عارفين نمشيها مع القطاع الخاص لأنه هو عنده مشاكل في حاجات تانية. فتناول الحد الأدنى للأجور وتناول قانون العمل وتناول وما لازم يجي معاه قانون التأمينات ويتم تناولهم بشكل مجمع عشان يكون في إجراءات سليمة. في فكرة مطروحة يعني معرفش ستجد طريقة للنور ولا لا, عن صندوق سيادي يضم كل أملاك الدولة يتم يعني استثماره بشكل معين, معرفش إذا كنت سمعتوا عن هذه الفكرة ولا لا. هل سمعنا عن بعض أجزاء منها وهيتم يعني دراستها من ضمن الحاجات إن شاء الله اللي هندرسها بإذن الله. يعني أتمنى لكم التوفيق, عمل شاق مش سهل, انتوا 7 ودايما اقول انتوا 7 يعني حاسه ان انتوا قليلين جدا. لا انا مش عارفه ليه بتقولي كده كتير قليلين. لا طبعا بالعكس, عايز اقول كل اللي حضرتك بتقوليه ده مانديت ضخم جدا. ايوه مانديت على فتره بمهام هتتقسم, يعني كل واحد من دول لو تناول موضوع من الموضوعات يبقى احنا بنتكلم عن في فتره وجيزه هتشوفي نتائج. مش معنى كده ان احنا هنخلص كل ده مره واحده, محدش يتوقع ان احنا نخلصه مره واحده, لكن تاكدي ان هيكون نتائج قريبه قوي. اتمنى ذلك وارجو ان انتوا دايما تخلونا نعرف نتائج عندما يكون في نتائج. لكن الحقيقه انه الجزء الاقتصادي او يعني مجلس اقتصادي معاون للرئيس ده مجلس مهم جدا, لان هو برضو العمل التنفيذي ما بيلحقش يفكر يومين ابعد من بالزبط. رؤيته, لأنه بيبقى صعب عليه, عنده مشاكل كل يوم, وبالتالي ربما يكون وجود مجلس تنفيذي مشاور للرئيس ومساعد للحكومة بيقدم رؤية بشكل مختلف. والحقيقة أن الخبرات اللي موجودة في هذا المجلس هي خبرات جيدة, أتمنى لها كل التوفيق, بتمنى لكم الحقيقة كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الصعبة جدا, لكن أنا بثق في قدرة النساء على الإصرار. فكرة الإصرار مهمة جدا. أشكركم شكرا جزيلا دكتورة عبلة عبد اللطيف والدكتورة ياسمين عبد الرازق أعضاء المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية. خلونا نخرج فاصل وبعد الفاصل أكلمكم على حوارنا مع الأبنودي. مؤتمر الاقتصادي ذراع مصر. اتخذنا مجموعة إجراءات اقتصادية محفزة جدا جدا لكل المستثمرين المصريين والأجانب للعمل والاستثمار في مصر. احنا محتاجين استثماراتكم وبنرحب بكم في مصر. اهلا
بكم من جديد. الفقرة القادمة هي لقائنا مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي اللي استقبلنا، يعني ذهبنا لزيارته في المستشفى مجمع الجلاء العسكري، اللي بشكر مرة أخرى كل القائمين عليه اللي سمحوا لنا بالدخول بكاميرا لأن احنا ننقل رسالة من الشاعر الكبير لجمهوره. الحقيقة أنه رغم المرض ورغم التعب ورغم الألم اللي هو كان فيه، كان متحمس أنه هو يقول كلمة للناس يطمن الناس عليه ويقول أنه المرض في حاله وأنا في حالي، أنا ماليش دعوة بالمرض. ما زالت روح عبد الرحمن الأبنودي رغم الوجع ورغم الألم ورغم كل ما فيه من علل يعني نتمنى أن يشفى منها قريبا، يعني روحه عالية جدا، مليئة بالحياة، مليئة بالفرح، مليئة بالحب، مليئة بالعطاء. هذه الفقرة بشكر فيها أيضا السيدة نهال كمال زوجته الكريمة، واللي شاركنا فيها أيضا الفنان محمد رحيم اللي كان موجود بالصدفة يعني لزيارة الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. نشوف هذه الفقرة وأترككم بعدها ونتقابل بكرة بإذن الله. يعني كويس ان شاء الله كويس. انا بين ايدي امينه، حالتي مش كويسه لكن بين ايدي امينه جدا مخلياني كويس. اولا ده نمره واحد. نمره اتنين، انا انت عارف يعني لا يمكن اضيع عبد الرحمن الأبنودي. المرض في حاله ايوه وانا في حالي. هم المرض عايز ابرته وبرشمته وتقف براحته وانا يعني في حالي اضحك والعب واقرا واكتب، ماليش دعوه يعني. وتشعر وتقول كلام جميل، ربنا موجود. طمني الاول على نفسك ورئتك، قول لي. شوفي صلي على النبي، هكلمك على الحاله الطبيه. قول لي الحاله. انا بلا رئه الان، انا واحد من اللي افسدوا من الملايين المصريين اللي بوظوا حياتهم بالسجاير بهذه اللعبه الحقيره اللي اسمها السيجارة. وكل إنسان يدخن يتهيأ له إنه الناس كلها هتعيا ما عدا هو. فأنا كنت بدخن، وصلت لحالة من الشراهة في التدخين. فالرئة فسدت يعني ملخص الكلام. فأنا دلوقتي زي السمك بس يعني بتنفس من خياشيم، أخذ بالك أشياء صغيرة جدا. هذه الأشياء الصغيرة طالها ميكروب عجيب، ولولا أن جيت هذا المكان النادر يعني في الطب في مصر اللي هو أنا يعني إحنا في مجمع الجلاء طبعا القوات المسلحة، والحقيقة أنه المجمع يعني بتقول لي إيه واخدين بالهم منك كويس قوي. أهو هذا هو طبعا. المجمع الطبي للقوات المسلحه وسامع ان هم واخدين بالهم منك بالجلاء طبعا احسن من باريس. انت بتقول طبعا حصل، هقول لك حصل حاجه جميله. الناس فاكره ان مادام في الاسماعيليه ابقى في الجلاء في الاسماعيليه، مادام انا حالتي خطيره لهذا الحد ابقى في غرفه الانعاش. هؤلاء الناس استقبلوني ليس كمريضا ولكن كعبد الرحمن الأبنودي، فرفعوا معنوياتي لابعد حد. والله معاك يعني السيد اللواء بهاء زيدان، يعني مش عارف ده يتحط على الجرح الطيب. اما الدكتور سامح لا يتركني ليلا نهار النهار، اقول له يا اخي النهارده الجمعه، يا اخي النهارده الحد، الاقيه جه وجايب معاه طبيب
لأي عضو تاني يرى أنه يعني بيشاركني هذه الأزمة. وضعوني في مكان زي ما أنت شايفة. جميل. لا أنا حاسة بالعناية الحقيقة. لا مش عناية. والحب. نوع من الأخوية العالية. واخد بالك يعني الجيش، وبعدين إنسان بتعالج مع عند الجيش المصري العظيم. سيبك أنا رحت باريس قعدت 3 شهور في الأمريكان هوسبيتال بتاعة باريس، أعلى من كده ما فيش. دفعت دم قلبي ودم قلب أخواني وأصدقائي ورجعت لم يصنعوا معي سبع تمن، يعني هم كانوا بيعملوا حاجات، هذه الحاجات حتى 10 بنكون خلصنا ومن بعد احنا بقى. فهذا المكان قد باريس 5-6 مرات. فلو انا قاعد يعني انا لو عارف ان في مثل هذا المكان مثل هؤلاء البشر لما ذهبت لباريس ولا رحت اي مكان. قولي بقى ده جانب بقى. جانب ان الرئتين تضخمتا وبقت كرة يعني لو رمتيها الكلب ما ياكلهاش. ففاضل فيها الحته اللي بكلمك منها دي. ده بالنسبه للرئه. الروح بقى قول لي اهم حاجه. انت 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 روح، انت احساس، انت مشاعر متضخمه. انا لو واحد عيان اعرف اكتب عنه كويس. انما انا عيان رافضه دي مش موجوده. رافض فكره. مش انا اللي رافضها، الراجل اللي جوايا اللي بيكتب. يعني رافض ان انا مريض. الجزء الثاني ان انا في جلطه دمويه في ساق اليمنى. فاحنا تقريبا وصلنا الرئه للحدود المعقوله اللي اقدر ارجع بيها تاني للاسماعيليه. اما الجلطه لابد انتظر طبعا الدكتور احمد عثمان قاعد يشتغل عليها. هو سيد اللواء يعني سامح قاعد ليل نهار يراقبني ويغير الأدوية وطبعا كل الناس مهتمة بيه. وبعدين جاء لزيارتي قائد العام القوة المسلحة 6 صبحي. فيعني ده برضو كرم جامد. وجاني طبعا سيد الوزير عادل لبيب، بس ده صاحبي ما يتحسبش. ما يتحسبش صح. يعني صاحبك ما يتحسبش. بس بس انا شايفه ورد ده ايه؟ قلت لي ايه ده؟ ناديه لطفي اللي بعت الورد. ده ناديه لطفي. اولا ناديه لطفي عملت عامله مش طبيعيه. هي فظيعه. اولا ممنوع حد يجي يزورني. ممنوع. انت وهو ده انا عضو مؤسس يا ست ناديه. المهم قالت لي انا هنا لحقت إيمان عندنا هنا يعني خدت كرسي متحرك وراحت إيه جابتها. ومن ساعة ما جابتها لم تهدأ المستشفى. صوتها جايب التلفزيون بس. فجايبالك وردة رقيقة. كنت أنا ونهال نهال زوجتي نهال كمان ربنا يخليها وما ما يحرمنيش منها. يعني لا ما أعرفش مين فينا العيان ومين فينا البريء. يعني في مين فينا اللي تعبان ومين فينا اللي مستريح. تعبانه اكيد اكتر منك لانها خايفه. بس كمان الميزه انها لا تحس انها تعبانه. يعني حاجه يعني بيننا من الغرام والمودة. والله الغرام. الغرام والله والمودة. غرام غامر يعني مش يعني مش انا بحبك وانت بتحبيني. قال ايه يا عبد الرحمن؟ بيع وشراء. انت شفت مين عيان من الفنانين؟ فاكر مين؟ شفت عبد الحليم. عايشت عبد الحليم فتره طويله جدا. محمد رشدي مات على ايدي. والناس ناس يعني عم نجيب محفوظ كانت منعانا الست ندخل عنده. صح. فوقفنا على الباب زي اليتامى مستنيها ربنا يهديها ترق. لان هو كان عم نجيب ده كان بيحيى باصحابه واحنا اصحابه. فقاعدين على الباب شويه وهو سمعته بيقول هو عبد الرحمن لابنودي فين؟ قلت له انا هنا يا حبيبي. فتحت الباب بقى ولا همني منها ودخلت جريت عليه ابوسه انا اهو اتاريه في الاحتضان.
بقول لها في الاحتضار هقول اسامي ناس كتير وهتزعلي مني، بس حكم مش موجود بقى خلاص. لا لا ربنا يديك الصحه يا رب، ده احنا عايشين بحسك وعايشين بشعرك وكلامك اللي يبقى على الجرح يطيب. شوف يا مدام لميس، انا عشت طول عمري من يوم ما ربنا رمى الشعر في حجري ابن بار لهذا الوطن، يعني لا يستطيع احد ان ينكر لا كتبت شعر انتهازي اكل بيه عيش، ولا عملت ثروه الا بشر عند ثروه من الاصدقاء ياتوني من كل فج عميق. ده انت تليفونك ما بيبطلش. والله انا قفلناه عشان حضرتك، ويعني انا عشت سعيدا وعندي ايه ونور بناتي ربنا يكرمهم، عندي نهال كمال فوق كل حاجه، فيعني انا بقول نهال كمال كتير لان حقها مش بنافقها يعني طبعا. ولو اني برضو انا بطلع عيني وكل حاجه، بس يعني ما فيش كده انسان الستات برضو فيش كده، لا تطلع عيني بحاجات تانية، يعني مش نايم كويس مش رايح كويس، اقول لها احنا في تانية ابتدائي سيبيه الحته اللي بتريحني انام عليها وخلاص. فطبعا زي ما بقول لك يعني وانت قاعد كده بتفكر في ايه؟ بفكر كنت بعمل لهم غنى، كان محمد رحيم جاب لي ورد من شويه كده، محمد رحيم ده فنان رقيق جدا وتجربتنا جت مع محمد منير فعملت له غنوة يونس جاي من بلاد البعيدة لا زاد ولا مية. هو انت قاعد؟ طب تعالى سمعها. عرفت بقى احنا اتريت من الخال تعبان طبعا، هو حبيبي حبيبي وحبيب الناس كلها. ده حبيب الناس كلها. طبعا. انتوا عملتوا ايه يا رحيم سوا؟ عملنا ايه سوا؟ عملنا الحب كله بينا وبين بعض، الحب كله بقى بعيد عن الشغل، ومش حابب النهارده بس اتكلم في الشغل على فكره، صدقني بقى نفسي ما اتكلمش في الشغل، نفسي اطمن عليه. طب قول بس اطمن عيونك. نقول قول لها الحكايه بتاعت الموال. الموال، طيب. أنا مش عايز أتكلم في الشغل بس عشان خاطره. عشان خاطره بس، احنا جايين عشان خاطره. أنا مستني إن شاء الله ساعتين ثلاثة كده ونعمل غنوة جديدة إن شاء الله. يلا. هي كانت تيمة لحن. سمعها الفنان سمعها منير طبعا، الفنان محمد منير اعجب بيها جدا وقال لي عارف محمد مين اللي يكتب الغنوه دي ويضيف لها بعد رابع؟ قلت له قول لي. قال لي الخال الابنودي. قلت له يا سلام، يوم المونه طبعا. يوم المونه اول مره اعرف محمد. قلت له يعني انا ممكن مثلا اللحن ده يكتب عليه الخال الابنودي؟ قال لي يلا بينا، انا هلبس ويلا بينا دلوقتي حالا. خدنا بعضنا ورحنا في العربيه بتاعته على الخال في البيت في المهندسين، سمع اللحن فهو طبعا يومها شتمني اول ما شفت، قال لي يا ابني انت جبت الفكره دي منين؟ هو كان قال يا بنات الا ليه؟ قلت له الا ليه ما فيش بنات؟ كلها رجاله بالظبط، وكلها رجاله عجر وكلها بدو وشليل اسلحه ورايحين. قلت له يا ابني ما فيش بنات. قال لي هم يا ولد الهلاليه، لان يونس لازم لما يجي يتكلم يقول ولد الهلاليه بالظبط، يقول يا ولد الهلاليه. خلصنا الغنوه وكتب ما شاء الله بكل حرفيه وبكل براعه وبكل احساس طبعا غنوة يونس. بعد ما خلصنا قال لي استنى بقى الغنوة دي كده الجسم اتعمل، فضلها بقى الراس. الغنوة دي ارعى ارعى. عايزه لها راس. عايزه لها راس. قلت له فكتبت له الموال. قوله بقى. قلت له ايه الراس ده يا خال؟ قال لي موال يعني. عمل ايه بقى؟ قول. جاي من بلاد البعيدة لا زاد ولا مية، وغربتي صحبتي بتحوم حواليا، وانت تقولي وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. يونس في بلاد الشام
اختار لو يتغير المكان وقابلتيني اي زمان كنت عشق من غير ما تقولي يونس انا يونس كنت حبل اهدى المحبوب ويدوب قلبي قبل ما دوب يا ولد الهلالي لا علي ولا بي انا يونس ونسيت من يونس الدنيا مالت علي احلى غنوة بتحبها الله ما عارف انا عارف بتحب يا سمراني اللون ولا اغاني اه بحب حبيب. بحب كل اغنياتي بس عملت غنوة عملت غنوتين يعني لدهان لما اتجوزتها ده المهر الوحيد اللي دفعته ادفع فلوس لمين مثل ناس مستريحين وناس اغنياء هياخدوا فلوسي فعملت لها غنوتين لوارده فيهم غنوه الناس عارفاها لكن في غنوه انا حزين ان الناس ما عرفتهاش ليه اللي كان يحب عليها احمد زكي احطها في العربيه ويسمع يمشي في طريق اسكندريه يسمعها رايحه جاي اسمها قبل النهارده انا ياما قلت خلاص وقلت فات الوقت وتاري عمري يا ناس بيبتدي دلوقتي وكلمه قلتها قبل النهارده ما هيش صوتي وانا ما قلتهاش وضحكه ضحكتها قبل النهارده ما هيش مني وانا ما ضحكتهاش وايام عشتها قبل النهارده ما هيش عمري وانا ما عشتهاش حبيبي معاك عرفت ارتاح واهدى وقبلك دنيتي ما عرفتهاش وقبلك كله مش محسوب عليا وقبلك راحت الايام بلاش الله انا وفي طبعا احباب طبعا معروف طبعا دي معروفه بتاعت ورده طبعا احباب لكن اغنيه اللي بحبها برضو بحب الهوى هوايا انا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي واروي سنين الغناوي واروي سنين الغناوي واعمل طبيب من
بحب مشيت على الأسواق وجيت لحبابك حضر الحبايب، بحب موال النهار بتاع عدى النهار عدى ده يا سلام مثلا يعني في زي عدى النهار يا أخي وأحلب بسماها وأطربها طبعا يعني دي حاجات ولو إن يعني الغنى عند وأغاني كتير قوي طب وعندي وساعات ساعات بتوع صباح طب ورشدي وعيون القلب بتوع نجاة يغد وهيبة وعدوية ومجاري يا عيقانتي يا نجمة الصبح يا عيقانتي يا نجمة الصبح على البيوت وعلى الغيطان بدري يهمس للسنابل والعيدة يا عيونك النايمين مستقلين وعيون ولاد كل البلد صحينا عيونك النايمين مستقلين الصجر وقفة بالبيت عجبيدي برتقالة ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلة عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان هو الليلة مجانا واحدة بتحبها رشدي بحب له غير ما أنا في الزمن لما تدخلي فترات كده يبقى أجمل حاجات ما تتسمعش بحب له غنى اسمها العيون الكذابين سرقوا اسمها وعملوا اغاني هم دلوقتي بيسرقوني كتير فدي يا حبيبي قل لي بس اشكيك لمين كذبون عنك هم الكذابين اولها كذا حلو جدا جدا وعملت له غنى بتاع ودي غنى دي موجوده بتاعت اختار لك صاحب للزمان مين صاحبك في الزمان يا خالد والله الناس كلها الشعب المصري الشعب المصري مسيرة الشعب المصري دي يعني أمي أختي يعني أنا جزء من هذا يعني ما عشتش لوحدي الحقيقة ما عشتش لوحدي حتى أصحابي جرجرتهم معي
يحب الوطن. والله يعني لازم يكون الإنسان برضو مظلة كبيرة وهو ماشي في الهجير الصعب ده. هذه المظلة الكبيرة هو الوطن، وأنا ابن الوطن. إحنا تعلمنا أن نطقنا الشعر، أنا وأمل دنقل لما اتدربنا في حرب 56 عشان نروح الجبهة وما خدوناش، لما حسينا قالوا إن الجبهة مقفولة، فلما حسينا باليأس كده اتقابلنا بالليل، كان كل واحد في جيب قصيدة. هكذا بدأنا الشعر بالوطن. وكانت قصيدتك إيه يا خير؟ كان بالفصحى، مش فاكرها، باللغة العربية الفصحى. وبعدين خلاص مسيرة الوطن، رحت أقرا شعر اللي بالفصحى في القرية، أصحابي اللي كانوا يجنوا معايا القطن يروح الغنم مرضوش، يعني آمن لوح زجاجي كذا بيني وبينه، فاضطريت أكتب بالعامية بلغته. فكتبت حراج القطة أحمد إسماعيل، ودو على الشط، والموت على الأسفل، تنحو 17 ديوان. هو الثورة بقى قبل 25 يناير، يعني كان لسه زنبرك بيحكم. أنا اللي قلت أن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز، هذا الشعار اللي صارت شعارا بس. عملت ديوان الميدان، بعدين خلال حكم الإخوان بقيت أنشر كل يوم مربع ضد الإخوان في جرنان التحرير، طوال يعني خط معركتي بنفسي. وإحنا كنا بنقراه؟ وأنا كنت بنفسي، لا أنا يعني كنت تبع حزب ولا تبع مجموعة ولا أنا من الحكومة، ولا المرة الوحيدة اللي بقى من الحكومة لهم عالجوني هنا عندهم، يعني في يعني في صرح الصرح الطبي للشعب للجيش المصري العظيم. انا مش عايزه اتعبك، انا عايزك بس تقول حاجه للناس. تعبت عايزك تقول حاجه للناس كده. انت شايف ليه الفرع عليهم فلوس ولا لا؟ يعني برضو الناس طمنهم كده، انا جايه عشان اطمن الناس مصر عليك. يعني شوف يصلي على النبي. الف صلاه وسلام. حاضر يا امي. خلاص خلصت. حاضر بتقولي خلص. نقضي جد الدكتور قال لي لا لازم ارجعك حلو تاني، نقرني قلت له طب وبعد ما تنجرني يعني هعمل بيه ايه؟ خلاص شوفي حيا او ميتا مع بغض النظر كلنا، يعني انا عبد الرحمن لابنتي عشت حياتي طفلا، اخذ الملك اكلوا دراعي اشتغلت بالدراع التاني، ظلموني ما رضيتش الظلم، اللي حبوني كان رد فعل غرامي بيه. أنا اللي حبيت هذا الوطن، حبيت هذا الأرض، وحبيت الناس، وأنا ابن ناس فقراء جدا، واشتغلت في الأرض بإيدي وعملت كل حاجة تتخيل. يعني لو أنت تعرف طفولتي لا يمكن تتخيل إن أنا راجل قاعد معك النهاردة. فأسمحوا لي يعني أحيي الشعب مصر، أقول لهم بس ما تنسونيش، يعني حتى أنا عايش في قرية بعيدة، حتى مقبرتي عملتها في المكان البعيد، لا عاوز أتلفف علم ولا في ملاي، عاوز من بره بره كده. ربنا يديك الصحة. واللي بيحبني يعني بالنسبة بقى، في ناس اللي عندهم فلوس وناس ليهم، فاللي عنده اللي ليه عندي فلوس يسامحني، واللي ليه عنده فلوس يجيبها. بناتي يعني مش 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 اقل غلاوه من بناته، فانا يعني بسيبها متعلقه في رقبه من لا يعطيني حقوقي، اما انا عمري ما طلبت بحق. وانت حقك على راسنا كله. الله يرضى علينا وعليكي، وربنا يديك وشكرا لمدام لميس والله المجيء، ربنا يدينك الصحة، وشكرا لانهم سمحوا ليكي بالزياره. والله اصلا ممنوع الزياره اصلا، انا عارفه بس انا استأذنتهم علشان انا عايزه اطمن الناس عليك. يعني عايز اقول ان في الفتره دي اسمحي لي برضو، احنا في زمن السيسي ان احنا تلوثنا بما فيه الكفايه جميعا، وهذا الرجل جاء يعني قطعة طيبة من عند الله في زمن وحش في مصر، ويعني ربنا يحسن أحواله وظروفه، لأنه جاي ومصر حالتها مش جميلة، لكن شوية شوية مكتشف أن طول ما الجيش المصري موجود، وطول عمره كان موجود، عشان كده مصر موجودة بإذن الله. بإذن الله. وألف حمد لله على السلامة. ألف شكر.
وترجع لنا وتغرد ونسمع صوتك مجلجل. ألف شكر. الحمد لله. ألف شكر. ويا مصر يا مصر وإن خيروني مسكن اللاكي ولجلة تبسمي يا ما ببات باكي تسقيني كاس المرار وبرضه بهواكي بلدي بلدي ومالي إلا أنتي ولو ظلمتيني مقبولة منك جراح قلبي ودموع عيني الجرح يشفى إذا بإيدك لمستيني كلك حلاوة وكلمة مصر أحلاكي.